بوم اف ام. اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من برنامجنا نقطه لقاء معاكم يوسف الحسيني على نجوم اف ام زي عادتنا كل يوم سبت من الساعه 8 بالليل لحد الساعه 10. زي النهارده من حوالي سنتين وست ايام سنة 2011 كانت الشرارة الأولى لثورة 25 يناير يوم الثلاث 25 يناير من سنة 2011، الثورة اللي انتفض بها الشباب المصري طلبا للحرية، للعدالة الاجتماعية، للعيش، للكرامة الإنسانية. ورغم مرور عامين إلا أنه الغالبية العظمى من أبناء هذا الوطن لا تشعر على الإطلاق بأي تعديل حقيقي أو إصلاح، أو قل قد يكون هناك بعض التراجع أو كثيره للخلف. ده رغم يعني المفروض نجاح انتهاء المرحلة أو الفترة الانتقالية السنة اللي فاتت في عام 2012 أو في منتصف 2012 وانتخاب أول رئيس منتخب في البلاد رئيس مدني هو الدكتور محمد مرسي. الرئيس مرسي تعهد الحقيقة كثيرا بالقصاص لضحايا الثورة وشهدائها وما إلى ذلك، إلى أنه مسلسل البراءات المستمرة لا زال أيضا مستمرا بشكل يتفوق على المسلسلات التركي لأنه حلقات لا تنتهي على الإطلاق. آخرها كانت قضية محمد محمود أو شارع محمد محمود واللي تم فيها الإفراج عن جميع المتهمين. يعني على أي حال ده الوضع اللي حالي، القوى السياسية والأحزاب المختلفة في حالة صراع مستمر وتبدأ تنشأ تحالفات جديدة علشان خاطر المعركة الانتخابية المقبلة. غير أن إحنا يمكن نكون في منتصف الأسبوع اللي فات ونهاياته شهدنا ما يسمى بمصالحات لو صح التعبير، اجتماعات ما بين مجموعة من شيوخ السلفية زي شيخ محمد حسان، شيخ محمد حسين يعقوب، بعض قيادات جبهة الإنقاذ الوطني أو كل رموزها أيضا. ده يمكن يثير علامات استفهام، قد يثير علامات تعجب، أو قد يثير أوجه مبتسمة ايموشن كده زي اللي بتتكتب على تويتر وفيسبوك وغيره. النهاردة الحقيقة هنحاول ان احنا نلقي نظرة حول هذه التطورات، تأثيرها على المشهد، اي هذه الاجتماعات والمصالحات حقيقي ويفيد في الجذور والاعماق، وايها فقط للاستهلاك المحلي والاعلامي. خلونا نرحب بضيوفنا الاعزاء المحامي الشهير الاستاذ منتصر الزيات. ازي حضرتك؟ اهلا استاذ يوسف. كله تمام؟ اهلا تمام. الحقيقة أنا فضلت أن أنا أقول المحامي الشهير منتصر الزيات على عكس ما يتم التعريف به في قنوات ومحطات مختلفة، يقولوا إيه مثلا المحامي الإسلامي منتصر الزيات، بتفضل أي التعريفين؟ المحامي مش كده برضو؟ المحامي منتصر الزيات. المحامي منتصر الزيات تبقى المهنة وتبقى المواقف السياسية بالزبط. أما فكرة التصنيف دي فدي غريبة حبتين، وأنا برفضها مش كده؟ وساعات كتير أرفضها قبل ما ادخل على طول، وبرضه يقولوا المحامي الاسلامي الاقيهم او يقولوا القيادي الاسلامي منتصر الزيات. وبعضهم لازال مصر على تسميه محامي الجماعه الاسلاميه منتصر الزيات، في اصرار كده، في اثاره مش كده. وايضا الاعلامي الاستاذ خالد داوود وهو المتحدث الاعلامي باسم جبهه الانقاذ الوطني. ازيك يا استاذ خالد؟ اهلا استاذ يوسف وشكرا لاستضافتي. لا منورنا. خليني ان انا ابدا مع استاذ منتصر الحقيقه حول محدش عارف اصله 25 يناير اللي جاي ده هيبقى يوم جمعه، فيا ترى الحلقه هتطلع سبت ولا مش هتطلع سبت على حسب مجريات الاحداث هتبقى عامله ازاي، فاحنا هنحاول نستبق التحليل قبل الحلقه القادمه. استاذ منتصر، شايف انه بعد ما عدى سنتين الا ست ايام الغرض الرئيسي والاهداف الرئيسيه والمبادئ الاساسيه لهذه الثوره او اللي انطلقت على اساسه هذه الثوره تحقق منها شيء او لا، او لم يتحقق منها اي شيء، أو تحقق منها البعض، القلة، الكثرة، زي ما تشوف؟ طبعا أنا بشكرك أستاذ يوسف على الاستضافة الجميلة دي، شرفتنا إن أنا أطول أو أطلع من الميكروفون وأخاطب الشعب وأقول أفكاري في وقت صعب اللي زي يطلع يقول أفكاره. بقيت محصور ومنحصر والناس بقتش القنوات ولا الفضائيات ولا الميكروفونات بقيت تستقطب إلا اتجاهات معينة، فبشكرك على كل حاجة. لا نورتنا. الحقيقة الانصاف يقتضي ان انا اقول ان كتير اتحقق، كتير اتحقق واكتر منه ما اتحققش. يعني كتير اتحقق بس الكتير قوي ما اتحققش. ما اتحققش ازاي بقى؟ نشرح. انا بقى يعني اقدر اقول لك بحس بيها اللي برضو اللي زي اللي كان بيتابع المتابعة الامنية في ظل دولة بوليسية. هذه الدولة البوليسية تفككت،
كنت بنام عين مفتوحة وعين مقفولة بمنتهى الأمانة يعني. كنت بنام قوي الأحيان اللي كنت بسافرها برا مصر، كنت احس ساعات بالاسترخاء، ما كانش فيه زوار الفجر والعصر، ما كانش فيه. فده خلص المتابعة والمطاردة، وان كل شوية يجي لك تليفون وقلت لا ما قلتش، رحت لا ما رحتش، هتيجي قضية، هتروح عسكرية، هتروح امن دولة عليا، كل الجو ده راح. وده انا بحمد ربنا عليه قوي 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 قوي. بس راح لناس وفاضل لناس تانية، او اتبدلت، او في ناس دخلت جوه. لا مش بالصورة اللي خايفين لا شوية. مش بالصورة. لا لا النهاردة شبابنا بيقول وبيطلع وبيزقر وبيصرخ وبيحاصر الاتحادية. لا لا مهما تقول المسألة خلاص انتهت يعني. فكرة الخوف نفسها خلصت، فكرة المعتقلات والشكل ده لا خلصت. فدي انا شايفها لا تقدر بثمن. يحاصر الاتحادية ولا يعتصم جنب الاتحادية او حول الاتحادية. دقيق في اللفظ. خدت بالك من اللفظ؟ ارجوك. منه بيعتصم. ايوه. وكان في ناس بتحاصر، وكان في قلة بتهاجم. اصل حصار ده يعني عدم دخول او خروج، عدم السماح بكذا او بذلك. لا ده حصل في مرحلة من المراحل حصل، وكانوا انا شخصيا رحت جلسة حوار وطني واحدة. أيوة. وحيدة، اللي هي ساعة الازمة. فانا داخل من عند باب 5 لقيت شباب بيتمشوا فبيشاورولي كده، خدنا نمرة عربيتك يعني. ما قدرش اقيس طبعا الخمسه دول على ال 500,000 اللي كانوا موجودين. ما حدش قرب من العربيه. بس لا ما حدش قرب من العربيه. الحمد لله. ده بالظبط. شكرا الاستاذ منتصر فكر بده، لان احنا لما كنا عند القصر يوم 3 يوم 4 ديسمبر كان القصر بيزيكلي يعني بشكل اساسي كان الناس منهم للقصر، ولو كان في اي غرض او اي نيه للاساءه للقصر او منع الرئيس من الدخول كما يقول الاخرون ما كانش ده بقى الوضع يعني. انا متفق مع حضرتك ممكن يكون حصل تجاوزات جرافيتي زي ما بعض الناس بتقول، بس في النهايه اللي بيأكد الطبع السلمي للمظاهرات دهيت هو ان الناس ما حاولوش يوم 3 4 ديسمبر يدخلوا. والجديد كمان يا استاذ منتصر، واحنا تعرف حضرتك ان احنا نعرف بعض من زمان قوي، من هو من بعد الثوره، ويمكن دايما من اتجاهات سياسيه مختلفه، بس اللي انا وانت وحضرتك كلنا نعرفه 30 سنه ان المواجهه بيننا وبين النظام، بيننا وبين بوليس. انا برضو كنت موجود عند الاتحاديه يوم 4 ديسمبر ويوم 5 ديسمبر المفزع، يوم اللي احنا بنقول عليه الدامي، ولقيت لاول مره بقى في حياتنا السياسيه متغير جديد، ان لا الموضوع بوليس ولا الموضوع موضوع جيش، ده مصري المصري، وواحد اخواني بيهجم عليا وبيقول الله اكبر وبيضربني، وانا ممكن اكون انا كمان بضربه، مش هقول لا، بس ده متغير جديد. ودي ما كانتش اول مره تطلع ميليشيا بقى مدنيه، ولا بلاش ميليشيا. طب انا هقطع هنا يا استاذ خالد، مين يدخل علينا الدخل؟ احنا يمكن نتطرق للنقاط اللي زي دي في اجمالي مرورنا على الكتير اللي اتحقق طبقا لوصف استاذ منتصر، والاكتر منه اللي ما اتحققش، ونبدا نشوف اللي ما اتحققش ده ما اتحققش ايه، وهل اللي اتحقق ده كان كله ايجابا، ولا كان في حاجات اتحققت زي ما ذكرتها كده كانت سلبا، انه اصبح 2 ابناء وطن واحد واقفين قدام بعض، ليس بجانب بعض، كتفا بكتف. فهزاز الأستاذ منتصر يكمل وجهة نظره في الكتير اللي اتحقق ولا أكتر منه اللي ما اتحققش، وبعدين نبدأ بقى نمر على الحاجات. ده من اللي اتحقق. اللي اتحقق طبعا احنا يعني قلنا فككنا الدولة البوليسية، الدولة الاستبدادية، كمان حقنا في الاختيار بقى حر، ورحنا لصناديق وناس اختارت، وسواء في البرلمان او في انتخابات الرئاسة كانت معارك قوية. اللي اتحقق كمان ان بقى في معارضة قوية. معارضة قوية. يمكن المعارضة قبل 25 يناير، يعني انا مش عايز اظلم طبعا حد يعني، لكن الزخم بتاعها ما كانش موجود، عصبها الشباب مش بالقوة المطلوبة. كان في مجموعة من النخبة، والنخبة دي يعني كتير منها فاسد وقليل منها كان صالح، فبقى عندنا ده شباب بيطلع بيتكلم. فدي برضو من معارضة قوية تحققت. ده من نتائج ثورة 25 يناير.
كتير بقى ما تحققش او اكتر منه ما تحققش. كل ما كنا نصبوا ايدي. طيب انا استاذن حضراتكم في فاصل، نعود بعد فورا لاستاذ خالد داوود المتحدث الاعلامي باسم جبهه الانقاذ والاعلامي والصحفي المعروف. خليكم معنا لو سمحتوا في برنامجنا نقطه لقاء. طيب احنا لسه معاكم في برنامجنا نقطة لقاء، وهنا ممكن نذهب بالحديث للأستاذ خالد داوود المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ، وممكن يبقى نفس السؤال هو تعليق حضرتك ايه على الاصطلاح اللي ذكره أستاذ منتصر، ألا وهو حصلت حاجات كتير ولكن في حاجات أكتر ما حصلتش، ما بين مزدوجين. هل الحاجات الكتير يمكن أبرز الحاجات اللي قالها الأستاذ منتصر هي حجم الحرية والتي أصبح من حق الشباب أن يزأر ويصول ويجول، أصبح في عندنا معارضة قوية، هل هذا يحسب بشكل أو بآخر للنظام الحالي أم يحسب للمجتمع؟ يعني اللي ناضل وجاهد وقاوم عشان يحصل على مكتسباته بالضبط، أم أن النظام أعطى هذه المساحات من الحرية والقدرة على التعاطي السياسي؟ هو يعني طبعا يوسف الحالة اللي احنا فيها دي مستمرة من سنتين، من قبل ما يوصل النظام الحالي يتولى سلطة الرئاسة. احنا من ساعة ما عملنا الثورة قبل سنتين تقريبا واحنا في حالة الحراك دهيت وحالة الديناميكية دي، فبالتالي دي حالة متواصلة، واعتقد ان مش بالضرورة النظام الحالي في قمة سعادته بيها، بالعكس هو يمكن يعني عايز حجم حراك اقل، وحاجة يعني بصراحة بتزعلني قوي وبتقهرني قوي ان الدعاية المضادة اللي بتتعمل لإحياء الذكرى الثانية للثورة ما تفترقش كتير، ولو انت تفتكر يا يوسف عن الدعاية المضادة اللي كانت بتتعمل من سنة لما كان المجلس العسكري موجود، وهو اللي برضو كان الإشاعات والبلد هتتحرق والبلد هتولع والمتظاهرين هيخرجوا يكسروا البلد، نفس الإشاعات دلوقتي بتتم تداولها، عندنا تصريحات من المرشد بالضبط، وانه يحذر يعني وان كل احزاب الإسلام السياسي تقول لا احنا هنعمل احنا هناخد في عمليات تشجير وان احنا هنقوم بالمجهود الإيجابي كأن اللي نازلين الشوارع من المخربين، فدي برضو حاجة من الحاجات اللي بتخلي الواحد يزعل شوية. وانه يعني تاني انا اكيد اتحقق كتير، ده انجاز للشعب المصري إن كله انه دلوقتي بيعبر عن اراءه بحرية، بس لو انت تسألني نفس السؤال اللي سألته الأستاذ منتصر، اكيد بالنسبة له اللي حصل تغير مهم ومحدش يقدر ينكره، وطبعا تغير مستحق كل اللي بيتكلم عليه الأستاذ منتصر، هو اساسية ان انت كمواطن تنام في بيتك مرتاح ما تبقاش خايف من الاعتقال، ده كان الاصل وده الصح لكل الناس. بس انا بقارن بيمكن الشعارات الاساسية اللي احنا رفعناها للثورة، عيش حرية عدالة اجتماعية، وهو ده بيبقى المعيار بتاعي اللي انا بحكم عليه لما انا تيجي تسألني السؤال المهم اللي انت بتسأله ده. وللأسف بلاقي ان احنا ما حققناش من ده حاجة، ان لم يكن الوضع اسوأ نسبيا في مجال العيش وفي مجال الحرية وفي مجال في اليوم العدالة الاجتماعية بالظبط. الدنيا صعبة والأسعار بتزيد والحالة الاقتصادية سيئة، يعني بالنسبة للحريات طبعا ما بقاش في خوف، بس طبعا أستاذ منتصر مش هيختلف معايا ان الشباب لسه لما بينزل مظاهرات ممكن يموت في المظاهرات، زي جيكا وزي شباب تانيين وزي زميلي مصطفى الحسين الصحفي الله يرحمه، الحسين يا ابو ضيف انا اسف مصطفى الحسين طبعا والدك طبعا الله يرحمه برضو راجل محترم، حسين يا ابو ضيف يعني زميلنا الصحفي اللي توفى، فلسه في ناس بتنزل تعمل مظاهرات وبينتهي بيهم الامر ان هم بيفقدوا حياتهم، لسه في ناس بيتعرضوا للتعذيب داخل السجون. يمكن بعد تاني يا استاذ منتصر احب اقول لك بصراحه دلوقتي، واللي بيزعل ان احنا برضو في بعد الثوره ان المعارضه حضرتك بتتكلم عليها بقى بيتم اتهامها وتخوينها بنفس اللهجه اللي كان بيستخدمها النظام السابق، لان طبعا هيك عارف بحكم ان انا المتحدث الاعلامي زي ما يوسف قال لجبهه الانقاذ بطلع مع الزملاء السابقين من جماعه الاخوان المسلمين، وافاجئ ان هم لما يتهمونا بالعماله للخارج وتلقي الاموال وبعد مذهول لما اطلع مع واحد في حلقه ويقول لي ان انتوا في جبهه الانقاذ بتعملوا خطه علشان تخطفوا الريس وتخبوه وتقولوا ان هو بعد كده راح قطر وبتاخدوا فلوس من الضاحي خلفان ومن مين، وده الكلام ده بيتقال على الهواء، بيقول ان الريس عنده تسجيلات، فطبعا حضرتك محامي وعارف لو صح 1% من هذه الاتهامات اعتقد، وانا وقتها قلت له احنا للراجل المحترم من حزب الحريه والعداله قلت له احنا قاعدين دلوقتي حضرتك في حزب الوفد في اجتماع جبهه الانقاذ وتفضلوا تعالوا اقبضوا علينا، فانا بقول هاي
ان هو احنا نبقى بعد سنتين من الثوره بنواجه هذا الجو من التخوين والاتهامات بالعماله وان احنا بننفذ اجندات اجنبيه وافتراءات علينا ان احنا بنسعى لقلب نظام الحكم وان احنا بنتعاون مع الفلول رغم ان القيادات جبهه الانقاذ هي القيادات اللي كانت في الصف الاول في الثوره ضد مبارك دكتور بلدي دكتور ابو الغار الاستاذ عبد الغفار شكر ناس كتير اشتغلنا مع بعض لسنوات طويله وطبعا كل ده بيحزنني فسواء فيما يتعلق بالمطالب الاساسيه للثوره العيش والعداله الاجتماعيه او الحريه انا بتكلم كمان كصحفي ان انا كنت انا رجعت من امريكا زي ما حضرتك عارف بعد الثوره عشان اشارك في عاده بنا بلدي وعاده بنا صحافتي مهنتي اللي بحبها وبنتمي ليها وان انا افاجئ ان الصحافه القوميه الوطنيه بتاعتنا ان هي بدل ما كانت بتلمع نظام مبارك دلوقتي مطلوب منها ان هي تلمع النظام الجديد بنفس طريقه صور وخطابات وكلام كل الحاجات الواحد كان يتمنى ان البلد ما تبقاش عليها بعد سنتين من الثوره رجع تاني الدستور طبعا بالنسبه لي مأساة كبيره لان انا كنت عندي طموح كبير للدستور ان احنا نكتب مع بعض دستور سواء ان زي ما بيقولوا كده كان يوم الدستور ده يبقى يوم فرح نروح كلنا نصوت نعمل دستور 80% مش هقول اكتر من كده عشان الواحد ما يبقاش مفتري في مفهومه للديمقراطيه بس ما كانش يبقى في وسط جو خناق وقتل وقدم منقسمين وناس منتصرين وناس مهزومين ده بالفعل انا شايف انه يعني من ضمن برضو انتكاسات الثوره علشان كده يوسف يعني عشان نلم الليله انا شايف ان الثوره مستمره لسه للاسف طيب رايكم ايه يعني حضراتكم ممكن نبدا استاذ منتصر الثوره مستمره ما حدش قال انها انتهت لا هو الاخوان بيقولوا ان هي خلصت خلاص انه يعني 25 يناير القادم يصبح تتويجا للثوره التي خلاص كده يعني آن الاوان لقطف ثمارها وما الى ذلك في بعض التيارات بتستخدم تعبير برضو احب اخد رايكم فيه ذكرى ثورة 25 يناير فأنا مثلا لما بسمع كلمة ذكرى فلان مات فبنحيي ذكرى فبتتفقوا مع كلمة ذكرى ولا مش متفقين وطالما متفقين على أنه الثورة مستمرة بتعتقدوا 25 اللي جاي ده هتسموه لإيه الاحتفال الذكرى التجديد إحياء المد الثوري يعني في أسامي كتير في مصطلحات كتير كلهم على حسب أفكاره احتفالية بمرحلة نضالية بحقبة نضالية ممكن بس تبقى في إطار إيه؟ في إطار المد الثوري يعني إحياء المد الثوري لأنه إذا قلنا ثورة خلاص إحنا بنحتفل بيها وإن إحنا مفيش ليس في الإمكان أحسن من مكان يبقى إحنا بنغش الأجيال الجاية بنغشها لأنه إحنا لسه محققناش في حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها مع بعض وفي عصب في امتدادات للنظام موجودة النظام السابق ما زالت موجودة في الإدارات في الوزارات فكر لسه موجود هتلاقي جوه الحكومة لسه في من النظام اللي فات العيش والعدالة الاجتماعية لسه مش ما يتحقق صورة تعيش حرية عليك. أنا بقول أن منظومة الحرية حققت مش طبعا بالكمال مش معناها أن الأداء كله بقى مثالي أستاذ خالد أثار دلوقتي كرجل قانون قبل أن تكون رجل قانون ويحترف العمل السياسي لو كانت السياسة احترافا بتعتقد أنه النظام الحالي بيتيح قدر من الحرية بيسمح بيها ولا انه في ظل كل الدعاوى اللي احنا قاعدين بنسمعها وبنقراها وبنتفرج على ابطالها من الاعلاميين والصحفيين بل ومن الفنانين واحيانا من شخصيات سياسية فهذا يعني مثلا كان البرادعي وحمدين صباحي متهمين بقلب نظام الحكم وكان جاي لهم استدعى لولا ان هاج الجميع وما يعني ازاي تقولوا كده الناس معروف طريقهم المخلص تجاه هذا الوطن إعلاميين يروحوا قدام المحاكم واستجوابات أمام والحصار بتاع المدينة وحصار لمدينة الإنتاج الإعلامي الحصار بقى بالمفهوم الطبيعي يعني لا أحد يدخل أو يخرج إلا بإذننا يعني حاجات زيها من هذا القبيل بتعتقد أنه حصلنا على هامش الحرية المطلوب في, في, في وطن قام بثورة حصلنا اللي عاوز هياخد أولا خلينا نتفق إنه النظام أي نظام لا يمنح وإذا قعدنا أسرة إنه إحنا النظام بيدينا مش هناخد حاجة كويس. أي نظام مش هيدي بقدر نضال الشعب أو القوة الحية اللي فيه حتى النظام الحالي
جميل. لانه كل نظام هيقول لك ليس في الامكان احسن من مكان، لكن انا بقدر اكسر ده ولا لا، هو ده اللي اتحقق يا استاذ يوسف. كويس. ان انا اكسر الطوق اللي عايز يتعمل عليا الجديد، انا لا، انا دلوقتي قادر على كسره. مع حفظ الالقاب، الا يخشى منتصر الزيات ان يعمل النظام لان يعود هامش الحريه مره اخرى لسابقه او سابق سابقه او سابق سابق سابقه؟ يعني نعود مره اخرى الى عهد جمال عبد الناصر الذي كثير يعني كثيرا منا يرونه صاحب اعظم انجاز للعداله الاجتماعيه في هذه البلاد حتى هذه اللحظه منذ اعلان الجمهوريه، ولكن الجميع يرون انه كان صاحب تجربه ديكتاتوريه في قمع الحريات وقمع الحريه السياسيه تحديدا. يعني ف بس لما تلاقي الاسلاميين يا يوسف انا اسف مقاطعتك برضو، شايفين مبارك ما كانش لطيف معاهم الراجل برضو، مبارك مسك الاسلاميين حتى يعني ضرب ضربه اتقل من عبد الناصر شويه، ما اعرفش اظن تصرف هيك هنا بس عشان انا بحب عبد الناصر شويه يعني. مش بتحب عبد الناصر؟ يعني فهو يعني لا، بس الاسلاميين فعادوا مبارك 100 وشويه اعدام والاف مؤلفه من الناس اتسجن. انا ذكرت عبد الناصر لانه في وقت عبد الناصر سجن اليسار المصري طبعا، وسجن التيارات الاسلام السياسي وقت عبد الناصر، قتل من اليسار داخل المعتقلات زي شهدي عطية الشافعي طبعا، وقتل من الإسلاميين أيضا جلدا وضربا وكهربة وما إلى ذلك. عندنا أحادية حزبية فلا صوت يعلو فوق صوت الاتحاد الاشتراكي، ملف عدالة اجتماعية وبطالة وتنمية ده ما فيش فيه خلاف، لكن حريات هو ده الخلاف الرئيسي. في هذه الحالة في ناس بتتكلم بتقول يا جماعة ما تيجوا تبصوا مثلا على تجربة ماليزيا، تبصوا على تجربة تركيا، وحضراتكم الاثنين عارفين التجربة الماليزية والتجربة التركية فيها نهضة اقتصادية، نهضة حريات صفر وأحكام تصل للإعدام. فده الصحافة في تركيا وده الصحافة في ماليزيا، هل احنا في مصر ماشيين على الطريق ده؟ لا. ما عندكش خشية؟ لا، ما في خشية. فاهم؟ عندي خشية، عندي خشية، لأنه أي نظام بيتكون وبيفرض سلطته وسطوته وسيطرته على كل مقاليد، لكن اكيد هيحاول في النهايه من باب فهمه هو انه صح، انه المسار كله يبقى في هذا الاتجاه، وده اللي بنرفضه ولازم نرفضه ولازم نكسره اكيد. انه بس انا برضو دلوقتي عشان الامانه برضو تقتضي، لا بتروح يا استاذ خالد دلوقتي جوه التلفزيون المصري لوزيره او وزير الاعلام من الاخوان، كادر اخواني كبير، لكن بتلاقي جوه التلفزيون هجوم على الاخوان. انا حضرت برامج كتير هجوم على الاخوان وانتقاد مظبوط من المذيعين والمعدين. بس هو عندك وزير برضو بيقول ان هو لو لقى كادر من الاخوان كان هيعينهم لانهم اكثر الناس اخلاصا وكفاءه، وفي شكاوى متعدده من جوه المبنى بتقول ابتدى يبقى في تضييق عليهم واجبارهم على استبعاد ضيوف معينين، في هوا بيتقطع على زملاء من هم بيذيعوا، يمكن ان هم يعني بيعلوا السقف شويه بتاع الانتقاد بتاعهم بغض النظر. فانا وانا مش عايز اقول حاجه، يعني انا في مؤسسه قوميه زي يعني الاهرام اهو فيها زي حالاتي يعني انا مش عايز دايما انا السؤال الاستبعاد انا ما بحبش الوانوين يا استاذ خالد، انا ما بحبش الوانوين، ما بحبش الوانوين ده من هنا ولا من هنا ولا من التيار الايام دي ماشيه ولا كمان من التيار الاخر. التيار يعني الاسلامي جه مجلس الشورى يعني 88% اسلاميين، المحافظين، الوزراء، ده 2005 فيعني الوانوين هم هيقعد يدخل عليا كل شويه. لا حضرتك قلت لي يا استاذ خالد، انت سالتني سؤال، انت سالتني سؤال ترددي هم زينا لا طبعا دايما دايما. المهم انك تبقى عارف انت بتعمل ايه، يعني انا بنتقد عشان ايه او بقول رايي عشان ايه. ايوه ده المهم، العلاقه الشخصيه والانسانيه دي لازم تبقى بعيدا عن هذا التهاتر. المشكله ان ان في ناس ما عادتش فاهمه ده، هو ده المشكله. يعني لازم نختلف ونختلف ونختلف بوضوح، لكن يبقى علاقتنا لازم تبقى العلاقات بالزبط ممتده بس انا عايز اقول له حاجه كمان معلش يا يوسف بعد اذنك، ان انا برضو تاني من خلال تجربتي وخبرتي، ان هو المشكله في الخلاف مع الاخوان ان هم ابتدوا لا يلجأوا فقط يعني مش بيهاجمني بناء على حقائق، يعني زي ما انا بقول حقيقة، يعني انا بيحز في نفسي جدا انه انا بكون طالع مع حوار مع حد من الاخوان ويبتدي يقول كلام زي ان دكتور البلد يا عميل الامريكيين الذي يتفاوض مع اليهود،
اقول يا سبحان الله ده انتوا كنتوا بتلموا له توقيعات ده، وانا بقول حقيقي يعني ده برضه انا ممكن اقول لك بالاسم ده الكلام ده امبارح في القنوات ويقول يقول لي كان يجلس في امريكا ويتفاوض مع اسرائيل. وكان يجلس في امريكا راجل كان في فيينا في في, في النمسا مدير الوكاله الدوليه للطاقه الذريه التي مقرها فيينا. هو كان يقول لي كان الكذبه الاشهر بتاعه هو طلع تقرير يقول اضربوا العراق عشان في اسلحه نووية. مصيبه كبيره بقى لان انت الموقع الرسمي طيب بيقول انا عايز اقول لك حاجه من اغرب الغرابه دي. يعني انا راجل كنت بشتغل مراسل القناه الفضائيه مشهوره في الامم المتحده تمام. وكنت بغطي دكتور البرادعي تقريبا في الفتره اللي هي العز بتاع ازمه العراق من سنه 2003 لغايه 2011 لما الراجل خرج من الوكاله الدوليه. وانا فاكر وانا لن اكشف سرا ان جالي سفير بريطانيا العظمى الاستعماريه السابقه بعد في نفس اليوم اللي خرج فيه الدكتور البرادعي من الوكاله الدوليه للطاقه الذريه ولقيته دوت جاي بيخبط عليا عشان هو عارف ان انا مصري زي البرادعي يقول لي ها خالد دلوقتي بقى نعرف نشتغل على ايران now we can work on ايران بالظبط كده. يعني ان هو جاله بقى الياباني حبيبه امانه اللي هو المدير الحالي للوكاله الدوليه للطاقه الذريه. وازاي ان امريكا الناس بتنسى هي كانت الدوله الوحيده اللي اعترضت على التمديد للدكتور البرادعي المره الثالثه يعني لما جه يبقى المدير يعني الناس فهو ده بقول حاجة ان انا عشان كده بقول لك ده اللي بيزعلني يا استاذ منتصر انه النظام السابق كان مستو او مش مستو يعني السمه البارزه له الكذب وعدم الخجل من كده. فلما احنا نبقى نواجه بقى تاني نفس اللفه واللكه اللي حضرتك فاكرها على قصه الحصار بتاع الاتحاديه اقول لك احنا رحنا لقينا الخيام فاضيه وما يقولوش ان هم فضيت علشان الناس شافوا ميليشيات جاي عليهم تقول قوه عزيمه ايمان وتخبط الارض برجليها فالناس جريوا وبعد كده جم اعتدوا وضربوا. لك لا احنا ما ضربناش حد لا احنا ما كانش وكل القتلى من عندنا ومش عارف. فبالتالي بقول حضرتك هو انا على الاقل اللي انا كنت اتمناه من النظام الجديد بغض النظر عن ايديولوجيته ان هو لا يلجا لوسائل النظام القديم في تشويه المعارضين واتهامهم اتهامات باطله وان هو يبقى الاساس بتاع الدعايه المضاده له تاني اكاذيب بشكل ما او باخر محاوله لتشويه السم. ده اللي فعلا ما كنتش اتمناه من النظام الجديد. ما كنتش اتمنى اعلان دستوري زي اللي طلع، كنتش اتمنى دستور زي اللي طلع. مش ده اللي انا كنت يعني انا شخصيا ويمكن قطاع واسع من المصريين مش شايفين ان احنا عملنا الثوره عشان يوصل الوضع بينا اللي احنا فيه دلوقتي. استاذ منتصر عايز تعلق على حاجه؟ لا مش عايز. طيب ليه حضرتك شايف انه الوقت لا يسعف حتى هذه اللحظة للتحرك في ملف العدالة الاجتماعية والعيش؟ يعني عيش شوف ده المطلب الاول الهدف. لا بحبش كلمة مطلب للثورة، هدف اول للثورة. المسار الاقتصادي حتى هذه اللحظة دون المستوى، يعني لم يتحقق فيه اي تقدم بل الدولار النهاردة قفز قفزة هائلة كل العملات الأجنبية. ده معناها ان الجنيه اما تم تعويمه سرا او هو احنا اقتصاد متردي تردي شديد بس في هذا الاتجاه في المربع ده انا شايف الاداء صفر. ليه؟ يمكن لانه ما فيش خبرات عند الحكومه الحاليه او اللي بيسير الحكومه الحاليه يعني اذا كان حزب الحريه والعداله انا شايف يمكن انه ما عندوش الخبرات اللازمه في النواحي الاقتصاديه دي. يعني ما اثبت يعني ما فيش خبره تراكميه في اداره الدوله وبالتالي حتى العناصر التي يتم الاستعانه بها عناصر مع كامل احترام والتقدير لها لشخصها لكن ادائها دون المستوى. يعني لما هي لا تتوفر لديها الخبره اللازمه لاداره البلاد لماذا اتخذت قرارا بأن تنفرد بإدارة البلاد وأن لا صوت يعلو على صوت الجماعة؟ شوف ولم تشارك أحد بل اتهمت مشاركين الوطن أو شركاء الوطن بأنه عملاء وما بيفهموش ووحشين. لا أنا شايف أنه كان لازم ويريدون حرق الوطن لازم أسماء كبيرة يعني يتم الاستعانة بالكفاءات بعيدة عن انتماء. كويس ما عملوش كده ليه؟ إذا كنا أنا برصد الاخطاء يعني انا برصد الاخطاء لاني انا شايف الازمه كلها اللي رسم لوحتها دي خالد دلوقتي استاذ خالد سببها من وجهه نظري انا واخرين اكيد ده انه هذا التيار او هذا الحزب او هذه الجماعه او هذا التيار خلينا احسن مربع انفرد بالحكم ولم يشرك معه الشريك
اللي كان معاه في الميدان او الشريك يعني شركاء الميدان تم اقصائهم عن منطقة نفاذ القرار. وهي دي مشكلة. خلينا نقول بصراحة لما نيجي نوصف، انا بوصف كده، دي رؤيتي انا، انفردت، وبالتالي التعبير اللي طلع إخوانة الدولة أو وضع العناصر تباعا التي تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين ولا حزب الحرية والعدالة في مواطن نفاذ القرار. الناس شركاء الثورة شايفوا نفسهم بعيد عن المنطقة دي، خصوصا أن احنا في فترة انتقالية. أنا شخصيا وأنا أنتمي إلى التيار الإسلامي كنت بقول أنه ما أقدرش، لا مش هي دي الأغلبية اللي نقدر نقول أن حكومتها هي اللي بتنفذ. احنا في فترة انتقالية، هذه الفترة الانتقالية ليس من يعني كان من الضروري أن نشرك فيها كل الطاقات التي صنعت الثورة ونفذتها. ما حصلش ليه في وجهة نظر حضرتك؟ ده ما حصلش ليه؟ أهل مكة أدرى بشعبها، صح كده؟ فأنا لو أنا بنتمي مثلا لحزب اسمه حزب الناس الطيبين، فأنا أكيد عارف حجم حزبي، حجم الكوادر بتاعتي، حجم خبراتي. اختلاف صح؟ فالحزب اللي بيحكم أو إذا كان شايف نفسه بيحكم، هو ما بيحكمش بصراحة. يعني هي دي تقال لها لا ما يحكمش، لأنه في النهاية خلاص أنا ما عنديش برلمان أتى بحزب يشكل حكومة، وما عنديش حاجة تفيد بأنه ده حزب. هو ده هو ده بقى، لكن هذا التيار هو ده رأى في نفسه أنه قادر على كل شيء. غريبة. بعدين فجأة يقول إيه، ما إحنا ما نقدرش نشيل الشيلة لوحدنا. طب ما شاركتوش الناس ليه؟ وتقديري اللي أقدر أقوله في المقام ده، أيوة، أنه ده تفسيرهم للأغلبية. ده تفسير أنه هو شايف أنه هو حقق أغلبية في برلمان، برلمان الحل، لكن هو شايف أنه لغاية دلوقتي في ظل الدستور لم يكن يعطي لهذه الأغلبية حق تشكيل الحكومة. يعني في حالة كده من حالات إيه، القفز على قانون ومواد الدستور والاستمرار في خلق أمور غير حقيقية، مش عايز أوصف بالكذبة بس أمور غير حقيقية، والضغط حتى يستطيع أو يتحول الناس إلى تصديق هذا الشيء الخيالي. حزب الأغلبية، لا أنتوا ما أنتوش حزب أغلبية، تشكيل الحكومة، أنتوا شو حقكم تشكل الحكومة؟ هو ده بقى اللي عمل المشكلة. طب أنا جاي، هو ده اللي عمل المشكلة. أنا جايب معايا حاجة يا يوسف، أنت عارف إحنا صحفيين كده بنحتفظ بأطنان من الورق وبعدين بنقلبهم عشان نرمي شوية ونخلي شوية. فبالصدفة لقيت معايا بيان مطلعاه الحملة بتاعت الدكتور محمد مرسي في بعد الجولة الأولى وفوزه بال يعني هو ودخوله هو يدخل الإعادة مع الإعادة. فدي قبل الانتخابات الجولة الثانية، أعتقد هي كانت في أول في نص يونيو، صح؟ كانت في نص يونيو. أيوة. وهو ده بقى يمكن يفسر ليه واحد حالاتي زعلان قوي، ويعني انا ممكن اعترف قدام المستمعين المحترمين والمستمعات المحترمات نجوم فهم ان انا من عصير الليمون، وان انا كنت فعلا مأيد، يعني مستحيل، يعني كنت بقول وكاتب على صفحات التواصل الاجتماعي بتاعتي قطع ايديا قبل ما صوت لشفيق، يعني مستحيل كان، لان انا كنت في الميدان ومستحيل يعني وقفنا. ما فكرتش في الابطال او في المقاطعه؟ لا، هو يعني بص حضرتك، لانه انا كنت خايف قوي، لان ما كنتش يعني قلت انا وقفت ضد شفيق 3 اسابيع في الميدان بعد الثوره، اقول لازم شفيق يمشي لانه هو ممثل النظام ازاي، يعني ما كانش عندي اي ثقه، وكنت عارف كويس قوي من خلال صلاتي الصحفيه ان عوده الراجل ده هيعود معاه، وكان رموز كتيره للنظام القديم. فبالتالي عصرت الليمون زي ما حضرتك يعني ممكن تتخيل، وعلى اساس البيان ده انا محتفظ بيه مش للتاريخ، واللي هو السيد الرئيس كان بيقعد فيه. وهو بقى لازم نفهم يعني، واعتقد الناس كلها عارفه ان في الديمقراطيه جزء من الديمقراطيه ان الناس تلتزم بالوعود بتاعه الحمله الانتخابيه. جميل. وان الناس بتجيب الورق والتصريحات والكلام اللي الناس ده حتى من باب النزاهه والشفافيه والوفاء بالوعد. بالظبط. يعني فهو الراجل هنا هو سياده الرئيس مرسي كان بيقول ان هو ده زي ما حضرتك شايف بيان من حمله الدكتور مرسي، بيقول فيها ان هو وقال الدكتور مرسي: انني اعلن امام الشعب المصري مصدر السلطه وصاحب الحق الوحيد الذي يجب ان اتعهد له وان التزم امامه بما يلي. بما ايه يلي؟ 1. بناء مؤسسه للرئاسه بمجموعه من الخبرات الوطنيه تشمل نواب الرئيس ومساعدين ومستشارين من مختلف القوى الوطنيه، طبعا ما فيش اي قوى وطنيه دلوقتي غير الاخوان والحزب النور، ومن مرشح الرئاسة الوطنيين والثوريين ومن الشباب والمرأة، طبعا دلوقتي اللي عاد فيها شباب ولا مرأة، ومن كل مكونات الجماعة الوطنية. 2. تشكيل حكومة ائتلافية موسعة من القوى الوطنية المختلفة. 3. بقى وده أنا طبعا يعني مهتم بيه عشان ليلة الدستور، العمل على سرعة الانتهاء من إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية على أن تكون ممثلة لكافة أطياف الجماعة الوطنية، والعمل على تسريع الانتهاء من الدستور فور فوزي، وذلك دون التدخل في شؤون البرلمان. يعني كان في كونتراكت، كان في عقد
بيننا نحن عصير الليمون وبين الدكتور مرسي. هو قال لنا ادوني صوتكم وروحوا ساعدوني في الانتخابات، لان انا خدت في الجوله الاولانيه 5.7 مليون صوت بس، فانا عشان افوز في الجوله الثانيه محتاجكم يا جماعه، يا جماعه وطنيه ثوريه ادوني صوتكم. واحنا رحنا ادينا له صوتنا وهو لم يفوز باصوات الاخوان فقط. فانا اطالب الرئيس بحقي في ان هو كان ينفذ وعودي وعوده اللي هو كان فاز ببعض من اصوات البردعويه وبعض من الاصوات الحمدينيه وبعض من الاصوات الخالديه وبعض من أصوات بالزبط. يعني البسطويسية وهلما جرى لأنه هي التفسير من 5.7 أدارت الجماعة فورا لا ما بينازعوا بيقول لك لا انتوا ده انتوا دكتور خيرت الشاطر ولا مهندس خيرت الشاطر بيقول عليكم ده احنا بالكتير 30,000 50,000 100,000 في المؤتمر الصحفي الشهير بتاعه. فاحنا يعني 30 50 100,000 ورحنا جبنا في الاستفتاء مع رغم كل التجاوزات والبتاع جبنا بتاع 40% فما طلعناش. ده اللي احنا بنقوله بقى انه هو بشكل انا مش عايزين نقف كتير يا استاذ خيرت قدام الكلام ده، احنا عايزين نبني بلد. نقف قدام ايه يا استاذ منتصر؟ نقف قدام ايه؟ نقف قدام ان احنا عايزين يعني لا اكمل على ده كمل. انا اكمل على ده استاذ يوسف. انا بقول اهم مكتسبات الثوره المعارضه القويه. انا مش عارف ان على اللي بيقول لي ده، انا مش محتاج ان حد يقول لي، انا في الشارع وانا انا الامتداد، انا الامتداد. كم سنه للثورة. سياسه دلوقتي يا استاذ منتصر؟ نعم كم سنه سياسه دلوقتي؟ 40 تقريبا، 40 41 سنة. لا ده ما يدوبك 10 سنين بس، انت عايز تكبر لي. لا هو استاذ منتصر يمارس السياسه، استاذ منتصر يمارس السياسه منذ كان في الحادية عشر، فدي معروفه. لا لا طبعا طيب. طبعا حضرتك ادرى مني بكتير وانه في السياسه لا يوجد حاجه اسمها اغفال التاريخ السياسي، لا لفصيل ولا لحزب ولا لتيار ولا لشخص. تمام. لان مسؤوله مجموعه مواقف متسلسله. تمام. فاذا كان هذه او كانت هذه هي المواقف المتسلسله لتيار ما، عندما يحصل على ما يريد انما يدير الوجه، مش هقول القبيح، الوجه الغضوب لمنافسيه، بل ويبدأ ان هو يتهمهم بالكفر احيانا، بالخيانة احيانا، فلماذا تعاقدت على اصواتهم احيانا اخرى؟ يعني لماذا دخلت الى الجمعية الوطنية للتغيير وتجمع التوكيدات للبرادعي وانت تراه، مع الاعتذار للدكتور البرادعي، انت تراه كافرا او عميلا؟ يعني غريبة، يعني انت كمحامي افتنا في ذلك، كرجل قانون يرى التفاصيل. اقول لحضرتك حاجة، الحكاية ما بقتش زي الأول. يعني دلوقتي الشباب ما عادش يصدق كل حاجة تتقال له، يعني قطاعات الشعب المواطنين ما عادتش تصدق كل حاجة يتقال لها، ده كافر، ده بر الشريعة. بس في ناس بتصدق، ناس بتصدق يعني سبحان الله. يعني اللي بينزل على واحد بس بس بحركة التوازي يا أستاذ خالد، يعني هتقيس على مكونات التاريخ حتى؟ لا دلوقتي المعارضة قوية والناس اللي بتطلع في الشارع بمئات الألوف وملايين، مش 30,000 ولا 50,000 يعني؟ لا طبعا. طب الحمد لله، شكرا يا أستاذ منتصر. لا أنا ابني كان في أنا ابني كان في التحرير في المرة الأخيرة دي في 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 الم... وأنا أبويا إخوان بس يا ابني تعالى يا ابني تعالى مع 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 القوة، القوة اللي هي تيار معارض. أيوة. لا تحسب على تيار موالاة بأي شكل من الأشكال. ابني كان هناك وأنا ما كنتش بمنعه بتناقش معاه. شوف الديمقراطية. لكن لا انا عايز ادي بدي ده ليه هم لان بيتقال ايه انا ضد اللي كانوا موجودين دول، يا اما فلول يا اما اباط. لا لا ما احترم عقيدتي. كمال الهلباوي كان يتحسب ايه يعني؟ يعني كان موجود في الثلاثات يعني والجمعات كلها. ما هو انا بقول لك احترم عقيدتي، لا فلول ولا الكلام ده ما حدش حد صدق. لا اللي كانوا في الشارع ناسنا واهلنا كلمه اقباط، ومش من حق الاقباط ان هو يتظاهر. يعني هو مش حقه يعبر عن رايه. ولما تطلع من خارج شاطر ده تهديد للفتنه الطائفيه، ده ما بيخلينيش احس ان انا مطمن. لما يقعد انت بتحشد مين ضد مين؟ يعني لا انا بقول لحضرتك، انا بقول خيرت الشاطر طلع مؤتمر صحفي المعارضه دايما الفت الانتباه ان 80% من حوالين الاسرى اباط. يا نهار اسود، احنا لا لا يعني لا لا. كان في ناس وشبابنا واللي كانوا في الشارع دول اولادنا وشبابنا واهلنا واخواتنا، وكانوا طالعين عشان يقولوا وكانوا عشان يعبروا، وما كانش طالعين عشان يخربوا. دي لازم يعني لازم تبقى واضحه، لازم تبقى واضحه قولا واحدا. واللي في 25 اللي جاي هينزلوا وشباب وناس وعندهم مطالب وشباب عايز مستقبل كويس. لانه لغايه دلوقتي انا مش شايف الجنيه بيتوارى، شايف الحاله الاقتصاديه زي الزفت، شايف الناس مش قادره تشتغل. فلازم الناس تبقى متحفزه. سيبوا الناس تشتغل، عايزين انتاج. صحيح، انا برضو من انصار ده، بس مش مع تكميم الافواه. هو مصر كلها عايزه انتاج، ده مفيش فيه خلاف.
بس انا اعتقد انه جزء من مصر مش عايز تكميم افواه وجزء تاني عايز تكميم الافواه. عايز الاكبر اللي مش عاوز مش ممكن. فاللي مش عايز ده او بالاصح اللي عاوز تكميم الافواه مش هيعرف يقف وش السواد الاعظم من المجتمع. هل يعي الدرس ولا لا يعي الدرس؟ اذا ما وعاش الدرس هتبقى كارثه. هيبقى الدرس قاسي. هيبقى كارثه. هيبقى كارثه. واحنا هندفع معاه كمان. هندفع معاه من عدم الوعي ده. طيب هستأذن حضراتكم ان احنا نروح لفاصل تاني. بعد هذا الفاصل نبدأ نتناقش مع الأستاذ خالد داود المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ الوطني والمحامي والسياسي المعروف الأستاذ منتصر الزيات. خليكم معانا في برنامجنا نقطة لقاء. المذيع اسمه يوسف الحسيني. لسه معاكم في نقطة لقاء. معاكم يوسف الحسيني على نجوم اف ام. ضيوفنا الاعزاء داخل الاستوديو المحامي والسياسي المعروف الاستاذ منتصر الزيات وايضا الصحفي والاعلامي المعروف الاستاذ خالد داود المتحدث باسم جبهة المتحدث الاعلامي باسم جبهة الانقاذ الوطني. ممكن نسال برضو استاذ منتصر واحنا بنتكلم على انه اكيد المفروض انه كل الوطن يبحث عن الانتاج وعن الرخاء ونهضة اقتصادية تقدم اقتصادي. بلاش نهضة اقتصادي عشان في ناس بقت بتقلق من كلمة النهضة. لكن احنا بنبص على انه من 25 يناير 2011 وحتى هذه اللحظة عندنا 1500 مصنع متوقف. عندنا تقريبا حوالي 43 شركة اعلنت افلاسها من شركات متوسطة وكبيرة. عندنا تراجع في حجم الشركات المسجلة في السجل التجاري بنسبة 1.2% بتتناقص. عندنا جنيه بينهار قدام الدولار. انخفاض في الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي وما إلى ذلك. طيب كتير بنسمع كلمة دي موروثات من النظام اللي فات ما بين مزدوجين أو جملة اعتراضية. ولكن من الواضح أن النظام اللي فات كان عارف إزاي يتعامل بحيث أنه يخلق شكل من أشكال الاستقرار النوعي. الوضع الاقتصادي وقتها كان غير مرغوب لأنه كان بيخدم فئة بحد ذاتها، لكن كان عامل استقرار بشكل نوعي ليس دفاعا عن النظام البائد. ولكن النظام الحالي ألا يستطيع على الأقل أنه يخلق نفس الاستقرار النوعي؟ هو بالمناسبة يعني أنا كنت بسمع امبارح الإعادة بتاعت الوزير أحمد أبو الغيط وكان بيقول أنه بتيجي فترات ما كناش بنلاقي قمح. فكان النظام بيميل على الإمارات بيميل على السعودية الحقون بنص مليار عشان تغطولي أجيب قمح. فهو يعني مع الانحراف في سلوك النظام اللي فات أو أفراده أو رموزه لكن كان بيعرف يمشي المسألة يعني كان مستورة يعني الناس ما بتحسش. المشكلة هنا أنا بقول لك في نقص الخبرة بقى زائد التقاطع مع العلاقات الدولية. يعني احنا عملنا أزمة مع الإمارات من غير داعي. حتى لو كان في حساسية عند الإمارات حتى لو على فرض ان هم كانوا كشين بعد مبارك موقع او كانوا عاوزين مبارك كان المفروض نعرف نتعامل مع الموقف ده وازاي نستحوذ على الثقة لان ده مصدر قوة لينا دولة زي الإمارات السعودية وهكذا. فأنا بقول إن ده هو ده نقص الخبرة هو ده عدم القدرة على ترجمة الكلام إلى مواقف. أنا قلت قبل الانتخابات أستاذ يوسف البرلمانية وقلتها كذا مرة في كل المقابلات كنت بطلع فيها إما إن إحنا نثبت للناس إن إحنا هنترجم شعاراتنا ومواقفنا إلى أفعال وهنحقق التنمية والتقدم في المسار الاقتصادي ونرفع معدلات التنمية ونخفض معدلات الفقر يا إما هنشتغل بالشعارات يعني وهنفشل. وإذا فشل التجربة إذا فشل الإسلام الوسطي ده اللي بتمثله المفروض جماعة الإخوان المسلمين عليه العوض في المشروع الإسلامي فأنا ما زلت أقول المشكلة. وكنت بحلم بالجانب حتى ده الجانب الاقتصادي التنموي في تركيا التجربة التركية إذا كنا هناخد منها حاجة ناخد منها الجانب الاقتصادي التنموي. أنا دايما بقول الحكاية دي بقولها كتير في زيارة في إسطنبول بعد المفاز أردوغان وفي كل سوبر ماركت كبير بقول للراجل أنت اديت صوتك لمين؟ قال لي أردوغان. أنا تصورت الواحد يقول هيقولي الإسلام هو الحل وده راجل بيرجع لنا الإسلام فوجئت انه قال لي انا احنا ادينا له لانه لما كان عمده عمل لنا شبكه الصرف الصحي
هو لما تسأل حتى انت عملت النهضة دي ازاي، قال له نظفت البلد. يعني ازاي طورت تركيا، قال له نظفت البلد. هو يمكن، وانا مش عارف يعني، يمكن كان ذكر اردوغان كمشروع اردوغان بالحزب بتاعه، لانه ما كان عندهم المشروع اللي قبله، مشروع بتاع اربكان صدامي، وكان مشروع صدامي، مشروع مرهق لتركيا، مشروع كان هيودي تركيا 8 اشهر بالسلامة يعني، والجيش تدخل واطاح بيه. انا بس عايز اكد على الكلام اللي الاستاذ منتصر بيقوله فيما يتعلق موضوع نقص الخبرة وعدم القدرة على بناء العلاقات الدولية المناسبة. بس أنا المشكلة المتأثر بصراحة يوسف اللي أنا شايفها إن الإخوان يمكن أدوا الأولوية اللي احنا بنقول عليه مشروع التمكين، إن هم يسيطروا على مفاصل البلد ويعني يملوا البلد بالمؤسساتها المختلفة بالناس بتوعهم علشان يتأكدوا تماما إن هم هيفضل ليهم مستقبل سياسي في البلد، وإن هو لن يتم الانقلاب عليهم ووضعهم مرة أخرى في السجون، أو إن هم يعني تنزع عنهم صفة الشرعية اللي حرموا منها لمسافة 80 سنة. فأعتقد إن ده يمكن هاجس قوي جدا عند جماعة الإخوان المسلمين بيمنعها من الاستفادة من الخبرات الوطنية كتير اللي موجودة في مصر. يعني برضو من الحاجات اللي أنا متأكد منها أن بعد الثورة مباشرة، متأكد برضو حاجة عارفها أستاذ منتصر، حجم التفاؤل اللي كان موجود عند قطاع كبير من المصريين اللي كانوا قاعدين برا ونفسهم يرجعوا مصر علشان يساهموا في إعادة بناء البلد دي، واللي يفاجئوا بعد ما جم وبعد ما رجعوا أن نفس الظروف اللي كانت قايمة أيام الرئيس مبارك، تجاهل الخبرات، تجاهل الكفاءات، متواصلة البيروقراطية، كل شيء. فده في النهاية ما ساهمش الناس كتير أن هي تساعد في البلد. وأخيرا موضوع التجربة التركية، أنا برضو كنت فاكر زي حضرتك بالظبط أن أنا وقت الحملة بتاعت الرئيس مرسي كنت مستغرب قوي، يقول يا رب الرئيس مرسي ايه البرنامج المحلي ده، 5 نقاط في 100 يوم، الزبالة والمرور والعيش والسولار وأنابيب البوتاجاز. اقول ده معقول ده برنامج؟ بعدين جه في ذهني التجربة التركية اللي حضرتك بتتكلم عليها، وقلت يمكن هو الراجل شايف. واعتقد ان بصراحة ده كان وجهة نظر سليمة، ان هو لو تمكن من حل مشاكل عاجلة مباشرة للمواطنين ده هيدي نموذج كويس لقدرة الاخوان على ادارة البلاد. لكن للأسف بعد دلوقتي 200 يوم من تولي الرئيس، حتى المشاكل البسيطة، الخبز، الزبالة، المرور، البوتاجاز والسولار، بقت المشاكل أسوأ. فلا هو عارف يحقق أهداف استراتيجية كبيرة للوطن طليق بأن احنا عملنا ثورة سوا، ولا هو حتى عارف كمان الرئيس مرسي يحل المشاكل المادية المباشرة للمواطنين. بالعكس زي ما حضرتك قلت الوضع سيء، والسوبر ماركت زاد حل المشكلة. بالظبط بالظبط. يعني فهي دي المشكلة، ان هو حتى في التعويم بتاع الأخراني بتاع الدولار أو الجنيه اللي حضرتك أشرت ليه، لما يطلع السعر بتاع الدولار من 6 جنيه لغاية 6 جنيه ونص دلوقتي ويزيد يمكن 6 جنيه و55 قرش، ده معناه زيادة في أسعار المواد الأساسية اللي احنا بنستوردها، السكر والزيت والقمح وكل شيء هيزيد على المواطن. وفي نفس الوقت مفيش لا وفاق سياسي موجود ولا تقدم اقتصادي موجود، ومفيش بوادر لده كمان. ده اللي بيزعلني في الذكرى الثانية، أو في يعني مع إعادة تذكر أهداف الثورة في بعد مرور سنتين منها، هو ده اللي بيزعلني قوي. تصدق انت حضرتك بتسال استاذ خالد بيجاوب؟ تصدق بتسالني انا، بتوجه سؤال لي انا، ايوه، وخالد داود بيجاوب. شفت؟ وبلاقي الاجابه ان انا عايز اقول تساوي نفس. لا وانا باخد كلام حضرتك موضوع المجاري، انا كان نفسي الرئيس مرسي يحل لنا مشكله المرور، يحل لنا مشكله الزباله، يحل لنا المشاكل دي، ساعتها اكيد كنت يعني موضوع عصر الليمونه كان هيبقى جايب همه يعني. لكن كده لا حريه ولا ديمقراطيه، وتهديد ليا كصحفي ودينا كاعلاميين، وكمان مفيش حل للمشاكل الاقتصاديه العاجله بتاعتنا. يذهب الليمون هباء. الليمون ده خلاص ده نشف تماما للاسف الشديد، باظ شجر الليمون، باظ 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 شجر الليمون ده بلان على ارضه، ظهر الليمون بتاعت علاء الديب. طيب هنا اسال الاستاذ منتصر، شايف ان المده الكافيه يا استاذ منتصر او المده السابقه دي كانت كافيه لوجود حتى انجاز واحد؟ الم يكن باستطاعه الحكومه والنظام والدكتور مرسي التركيز ولو على انجاز واحد لتحقيقه في مده تجاوزت السبع شهور؟ واحد، فليكن حل ازمه العيش، فليكن حل ازمه النظافه والصرف الصحي، فليكن حل ازمه الطرق، يعني ازمه واحده فيباهي بها امام المعارضه. اللي حصل انه اتعمل دستور، ده انجاز ولا شايف يعني؟ هيك ما كنتش في جامعه تاسيسيه؟ لا طيب،
كنتش مجهز. ما هو غالبا الاستاذ منتصر كتبت عليه المعارضة يعني حتى وهو يعني قدري ونصيبي يعني وما احنا نقول ايه بقى يا يوسف بقى نعود عيط بقى لو هي دي الحالة يعني انا معارضة وزملكاوي يعني بقى الاثنين يعني حاجة اذا كانت يعني المعارضة تظل على نفس وضعها هو هو من ايام السادات تقريبا حتى هذه اللحظة طب انا اطول حاجة يعني يعني لما التيار الفكري اللي بينتمي ليه استاذ منتصر هو دلوقتي التيار الغالب على الحكم بالظبط ولكن يظل برضه استاذ منتصر في صفوف المعارضه بيجهدوا لي حتى اللي فاضل يعني انا بيقولوا لي اصدقائي المقربين طب اسكت اصمت لغايه ما نتفق على تنسيق الدوائر بتاع مجلس الشعب انتوا بتحطموا لي امالي ده بس حضرتك مبسوط بالدستور يعني حضرتك شايف ان انا ده فعلا ده الدستور انا ما انا لا انكر انني من الذين سوقوا الدستور انا كنت بحلم يمكن علشان انا عندي مثاليه شويه كنت بقول ننقل البلد من مرحله لمرحله مش عايزين نقف عند يعني انا كنت خايف الدستور ما يتعملش ونفضل في حاله الفوضى اللي كانت في بعض الاحيان بتاخدنا هتاخدنا بعيد فبقول ننقل لكن انا كقانوني لا انا رصدت طبعا كقانوني رصدت يعني وجهة نظر في حوالي 30 مادة من مواد الدستور وقلتها أثناء يعني قبل الانتخابات أو قبل الاستفتاء كان من ضمنها مادة 4 ومادة 219 لا من ضمنها لا دي مش من ضمنها دي أنا طبعا قابلها طبعا طبعا شايفها ما أكيد برضو في حاجة تعرف إسلامي يعني أي يعني أنا وإلا مش هتحترمني حتى لا خالص يعني لا يعني أنا لازم أقول اللي أنا تختلف معايا لكن تحترمني فيه أكيد 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 أنا أهم مادة كنت رافضها المادة التي تقول إنه لا جريمة ولا عقاب إلا بنص دستوري أو تشريع دي طبعا واسعة قوي فضفضها قوي وهتدخلنا في مشاكل كبيرة دي كانت واضحة ان انا قلت لازم والدولة ملتزمة بحماية قيم المجتمع والاسرة دي مش حاجة شايفها برضو في فضفاضة واسعة في كذا الناس هتخش تدخل والشيخ كلام الشيخ كل ما يتعلق بالمجتمع طبعا دي فضفاضة وبتدخلنا لمناطق هتعمل لنا مشاكل لكن بشكل عام جسم الدستور كويس صالح انه هنمشي بيه فترة شوية يعني حتى واحنا زعلانين لما اتقال حتى لما 40% من الشعب المصري بص انا هقول لك حاجه بس على الدستور يعني هيك انا بس معلش قبل ما هيك ترد عليا حكايه ان احنا من مرحله لمرحله مشاركين في الجمعيه التاسيسيه وشاركتوا في صياغه هذا الدستور رموز الانقاذ رموز الانقاذ رموز المعارضه المصريه كانت مشاركه امتى انسحبت وانا بقول زي ما بقول هنا لان انا في النهايه مش عايز حاجه من حد دي وجهه نظري رموز المعارضه انسحبت حينما بدا ان هناك حكما سيصدر من المحكمه الدستوريه ببطلان القانون الذي بتاع مجلس بتاع وحضرتك شايف ان تحفظاتنا وتحفظات الناس سارعت الى الانسحاب وتحفظات الكنيسه يعني سارعت الى الانسحاب اتخاذا لموقف بس مش تحفظات الكنيسه انا عايز اوضح دي قدر الامكان كلنا انسحبنا شايف عشان الحكم انه المعارضه انسحبت لانها كانت تعتقد انه هذه الجمعيه التاسيسيه سوف تحل فتبقى خلاص كده المعارضه نأت بنفسها عن هذا الموقف تماما وابتعدت تقفز من على المركز وتحفظاتنا مش حقيقيه يعني احنا موافقين على ماده 4 وموافقين على 219 وموافقين على ماده 10 و11 يا فندم انا شايف توقيعات يا فندم انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ منتصر وحضرتك الناس اللي احنا كنا بنناقشهم ورونا توقيعات حضرتك راجل محامي يا استاذ منتصر وعارف كويس قوي واكيد يعني اشرفت على الكثير من الاتفاقيات ان ممكن اتفاقيه تكون كامل 90% من موادها او 95% من موادها ويجي الاتفاقيه تفشل بالكامل نتيجه الاختلاف حوالين ماده واحده لان الطرفين شايفين ان الماده دي ماده مهمه كلامك مظبوط بيحدث ذلك بس انا شايف ان المواد التي تثار يعني حولها الخلاف كانوا موافقين عليها لا يوجد اتفاق مش كلهم يا فندم ولا يوجد اتفاق حتى يوجد اتفاق وبعدين حضرتك اكيد شفت المذكره المحترمه اللي مطلعها الكنائس المصريه كلها اللي هي محدده تحفظاتها على 19 ماده ومن قبل الاستفتاء على الدستور والمتطلبات والتحفظات بتاعه احزاب المعارضه صدقني يا استاذ منتصر التحفظات حقيقيه وبتعكس قرق حقيقي على مستقبل شكل الدوله في مصر اذا كانت هتبقى دوله مدنيه ولا دوله دينيه متشدده من وجهه نظر على الاقل التيار الليبرالي المدني اللي موجود في مصر ودي
دي ملهاش علاقة بس بمجرد ان حضرتك شايف او ان احنا كنا معتقدين ان الجمعيات الساعة هيتم حلها، لان احنا عارفين. وبعدين في عز الازمة لما الرئيس نفسه يطلع الاعلان الدستوري المفزع اللي ما كانش فيه مادة بصراحة يعني تبعث على اطمئنان مطلقا غير المادة اللي بيقول فيها ان انا هديكوا شهرين اضافيين للتفاوض حوالين الدستور، ويطلع بعد كده الدكتور سليم العوا يقول لك لا اصل احنا بصينا في القانون اكتشفنا ان ما ينفعش، لازم بعد الاقرار ب 15 يوم يبقى يتم التصويت فورا. طب ازاي ما انت لسه مدينا شهرين من قبلها؟ فيعني عارف حضرتك ما كانش فيه رغبه للوصول للاتفاق، وانا شايف ان الدستور يستاهل وقت، يستاهل ان احنا ننقذ بلدنا من الانقسام. وحضرتك بتقول ان من مرحله لمرحله، ما تقلقش من استقرار يا استاذ منتصر، ما تقلقش من استقرار من عدم استقرار استقرار، بالعكس ده احنا تقلقنا من عدم استقرار لمزيد من عدم استقرار. انا ايضا لدي احساس ان المعارضه يعني مش التعميم مرفوض، فما يخص كلامي على اطلاقه، المعارضه او جزء منها، جزء كبير منها، لو يعني كان يعارض لمجرد افشال مرسي ازاي وجماعته، ولو اتيح لو ادالهم دستور هم عاملينه مش هياخدوه. ازاي يا استاذ منتصر؟ ليه؟ للفعل اللي انا قلته في اول الحلقه كده ما بقتش معارضه وطنيه يعني. لا احنا هنتفق على نقطه، والله الدكتور مرسي موجود في الحكم بصرف النظر عن الخلاف او الاتفاق معاه سياسيا هو او تياره، لا يعني انه نجاحه لن يصب في مصلحه الوطن بشكل كامل وعام، وافشاله او فشله سوف يصبح ضد الوطن بشكل كامل او عام. ففي هذه الحاله المعارضه اللي عايزه تفشل رجل يريد النجاح للوطن ما بقتش معارضه وطنيه. بالتأكيد. فاللي حضرتك بتقوله كده انه هذه المعارضه معارضه غير وطنيه. واحنا قلنا احنا مش عايزين نمشي مرسي، عايزين نمشي ولا الرئيس مرسي ولا المعارضه. بس انا بالنسبه لي ببص عليها كانها معادله رياضيه جدا. ما انا هقول لك يا صديقي، انا معك. انا قلت انه سبب كبير من الازمه ان حزب الرئيس او جماعته استأثروا. انا كحاله من حالات الاستئثار بالسلطه وإقصاء الآخرين، دي أنا دي واضحة عندي، فهمي ممكن أكون فهمي خاطئ. لا فهمك صعب تمام. فالآخرين في هذا المعسكر الذي أقصي خلاص ما عندوش استعداد يتفاهم معاه، فعايز يوقعه برضو. أنا دي اللي مختلف يا معوزناش نوقعه، إذا قلت حاجة تصريح شهير للدكتور البلدي قال إحنا مش عايزين كثيرة. إحنا يعني مش عايزين نمشي مرسي، عايزين نمشي البلد. وأنا بقول لحضرتك تاني، أنت عارف حضرتك إن مجموعة كبيرة من قيادات جبهة الإنقاذ كانوا برضو من اللي دعموا، يعني على الأقل ما عارضوش وصول الرئيس مرسي، وإحنا حريصين على المبدأ الديمقراطي بتاع تداول السلطة مرة كل أربع سنين، وعارفين كويس قوي النقطة يعني فعلا اللي هي القائمة اللي بيقولها الإخوان دايما، إن إحنا عارفين لو مش الرئيس دلوقتي ده معناه إنه أي رئيس تاني هيجي هتقوم ضد معارضة، يعني ده معناه مفيش استقرار للبلد. فعلشان كده إحنا عايزين الرئيس مرسي يلتزم بالوعود بتاعته، بالبيانات اللي هو كان بيطلعها، يلتزم بقواعد الديمقراطية. مفيش حد يا استاذ منتصر واحنا قاومنا مبارك سويا يعني لفتره طويله يطلع اعلان دستوري زي اللي طلعه ده، التزمش بيه يعني مبارك ما يجيلوش الجرأه. مش نسيبه طيب يمشي ما احنا انا دي اللي مش فاهمها بصراحه شويه. يعني دلوقتي ايه حضرتك يتلوي دراعنا ويتعمل الدستور غصبا عننا، وبعد كده اقول لك ايه بس تكبر دماغك وانسى وخلينا نمشي؟ طب انا مش موافق على الدستور، دي عقبه يعني ايه حجر عثره كبير قدامي انا، مش ده الدستور اللي انا كنت عايزه، مش ده الدستور اللي انا شاركت في الثوره المواد اللي فيها. حضرتك مصدق انا بقول عليها ده سمك في ميه؟ يعني نستنى وبعدين نيجي نقول لهم يا جماعه قبل ما نطرح الدستور للتصويت خلونا نتفق بنسبه التلتين، يقول لك لا 50 زائد 1 كفايه، عشان نغيره جوه مجلس الشعب محتاجين التلتين. طب ايه التناقض ده؟ طب ما ازاي؟ طب يعني احنا مش كان في اتفاق وقلنا ان احنا لن يتم طرح اي دستور استفتاء قبل التوافق بين المجتمع؟ هل احنا خدنا فرصتنا في توافق ولا كنتوا؟ لا انتوا عمركم ما كنتوا هتتوافقوا، احنا لو كنا قعدنا 6 سنين احنا كنا بنقول شهرين، ادونا الشهرين وبعد كده كان هيبان قدام الراي العام ان احنا صورتنا عمرنا ما هنتفق واحنا منعرض من اجل المعارضه بس لا احد يريد اسقاط الرئيس مرسي. ما تدوش فرصه للي عايزين يسقطوا مرسي يستفيدوا من تنامي الضغط الشعبي، ما تدوش وانتوا بتقولوا عليه بتتعاونوا مع الفلول. طب دلوقتي اذا كان في قطاع واسع من المواطنين اللي هم كان اصلا خايفين من الاخوان ازداد بقى وترسخت، اقول لهم لا ما تشاركوش معانا في المظاهرات اقعدوا في بيوتكم،
ما انا هعمل ايه يعني؟ ما انا مش بقول حاجه، بس هل في قياده من قيادات الفلول موجوده معانا؟ اجزم انه لا ما فيش ولا يستطيعوا. ليه؟ لان شباب الاحزاب بتاعتنا، شباب حزب الدستور، شباب التحالف الشعبي الاشتراكي، شباب الديمقراطي الاجتماعي، كل الشباب اللي شاركوا في الثوره زي ما قال الاستاذ منتصر، مش هيخلونا يسمحوا لنا اصلا في جبهه الانقاذ ان احنا نبني هذا النوع من التحالفات. فبالتالي هو ده اللي بيدينا برضو احساس ان لما يسمونا جبهه الخراب الوطني في الاعلام الرسمي بتاعه، يبقى احنا هنتفاوض مع بعض ازاي ولا نتكلم ولا نمشيها ازاي؟ لما يقول لك ان فلان زي بقول حاجه المؤامره اللي هي بتاعت خطف الريس دي، هل ده يبقى ده ناس برضو عايزين يتكلموا معانا ويتفاوضوا معانا استاذ منتصر؟ ما بقولش ان انك صح يعني، ما انا بقول حقيقة احنا مش عايزين نسقط مرسي، ده الكلام ده من ضمن يعني الحاجات اللي بيتم ترديدها ضدنا علشان الشعب يعني يقرأ. بس يا استاذ خالد برضو يعني ما يقوله تيار الموالاة على تعبير ما، انه عندما نذهب للتفاوض مع احد رموز المعارضة او المحسوبين على جناح المعارضة للمشاركة في تشكيل حكومي بيتم الرفض فورا، اللي يعني هو بدون نقاش. يتفاوضوا معنا بعد ما مرروا الدستور ومن قبل يعني، يمكن من وقت تشكيل حكومة تشكيل قنديل الأولى. هو لحضرتك أنا مثلا بطلع مع بتوع الإخوان ولك أنتم ترفضون الدعوات المتكررة للحوار، طب يا أستاذ يقول لك احنا ده انت بقى ملوك حكاية لا تقربوا الصلاة ولازم تكملها وأنتم سكارة. ويتناسوا أن قبل الإعلان الدستوري بثلاث أيام الدكتور البرادي كان قاعد جلسة منفردة طويلة مطولة مع سيادة الدكتور الرئيس مرسي في استجابة كاملة للدعوة للحوار، وقابله حمدين صباح، وقابله عبد المنعم أبو الفتوح، وقابله الأستاذ عمرو موسى، الأربع قادة من قيادات جبهة الإنقاذ الحالية قعدوا مع سيادة الرئيس مرسي ساعات مطولة، والرجل لم يذكر من قريب أو بعيد نيته إصدار الإعلان الدستوري، لم يصدر من قريب إصراره، وما كانوا بيقولوا له مقترحاتهم للخروج من أزمة الدستور. فأنت دلوقتي حاجة بعد ما عدت معاك وتيجي ما تجيبليش سيره من قريب او بعيد ان انت تطلع اعلان دستوري وتحسن قراراتك وتقيل اللي مش عارف ايه وتعمل ده كله، بعد كده عايزني يبقى عندي ثقه ان انا اتواصل معاك في قبلها في وقت تشكيل حكومه قنديل الاولى بعد ما تولى الدكتور محمد مرسي منصب رئاسه الجمهوريه. كان في مشكله مع شخص الدكتور قنديل، هل هو الشخصيه الوطنيه اللي الرئيس قال عليها؟ يعني عارف حضرتك هو ده يعني في الاعلان الفندق الشهير، عشان ما تقول انا اتورطت قبل كده ما تقولش اعلانات. أيوة ففي اعلان الفندق الشهير ده هوت اللي اتعملت فيه المفاوضات ما كانش فيه وعد رسمي وصريح. النقطه السادسه اعاده تشكيل الجمعيه التاسيسيه من قبل السيد الرئيس، وان هو ينقي شخصيه رئيس وزراء وطني ليترأس وزاره مصر، فجاب لنا هشام قنديل. افترضنا من وجهه نظره انه النموذج اللي ولا وزير وطني هو الدكتور هشام قنديل مش وطني، انا اسف يعني من الرموز الوطنيه. هنفترض ان دي وجهه نظر الدكتور مرسي انه النموذج ده هو الدكتور هشام قنديل، هل ده يعني برضو انكم ترفضوا المشاركه في التشكيل الحكومي، ولا كان من الممكن المشاركه وبعد كده اذا شفتوا حاجه مش عاجباكم بتتقدموا بالاستقاله؟ انا متذكر وقت ما الاستاذ عبد الغفار شكر وافق على دخوله المجلس القومي لحقوق الانسان، كان في تيار بيقول له لا ما تشاركش، ليه؟ وفي تيار بيقول لا شارك. انا اتناقشت مع الاستاذ عبد الغفار شكر في هذه النقطه، قال لي لا انا هشارك وهدخل، ولو حصل غلطة واحدة هخرج فورا واقول وجهة نظري انا خرجت اللي طلع صح وشفت ليه. ومين اللي طلع صح يا يوسف؟ اللي قال له ما تشاركش. اللي قال له ما تشاركش ليه؟ لانه حصلت الغلطة بسرعة زي ما التيار اللي كان بيقول له ما تشاركش تنبأ، كانت غلطة الاتحادية، وكانت يا فندم كمان القصة كلها بتاعت ما بص حضرتك بعض الايه الاتساق يعني دلوقتي انا بتكلم على نقطه المشاركه لا المغالبه، هذا هو ما تطلبه المعارضه، مشاركه لا مغالبه. فجاء تيار الموالاه قال لك طب شاركونا، فقلت لهم لا مش مشاركين، بس تتهمهم بالمغالبه دي. ما انا بقول لحضرتك تاني، احنا كنا بنطالب الرئيس مرسي، لو انت بترجع لشويه للتاريخ فيما يتعلق برئاسه الوزراء، احنا عايزين الشخصيه الوطنيه الجامعه لكل المصريين اللي تستطيع نقل البلاد وتجميع الناس. هو لو ما كانش الدكتور محمد البرادعي يبقى ما فيش، انتهى الامر بيه. عموما احنا بنطالب الرئيس بتنفيذ وعوده يا يوسف. هو قال لنا ان انا هجيب شخصيه وطنيه جامعه اللي جاي تقود البلاد في هذه المرحله الحرجه وشخصيات وطنيه نتعاون معاها، ولم يلتزم. قال ان انا هعين نائب رئيس قبطي ونائبه رئيس امراه ونائب رئيس من الشباب وما اعرفش الرابع كان هيبقى نائب رئيس عام. طيب ولا جاب ولا واحد من دول، افترض وبعد كده لغى منصب نائب الرئيس الدستور خالص في الرئيس خالص في الدستور، فاحنا ما بقيناش عارفين حاجه ويعني فانا مش يعني ما المساله. انا هفترض مع حضرتك ومع استاذ منتصر، وبعدين الضربه الكبيره الاعلان الدستوري وطريقه انا 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 مش عايز اقفز بسرعه قوي كده. انا افترض مع حضرتك ومع استاذ منتصر الاتي، انه رؤيه الدكتور مرسي في انه الدكتور هشام قنديل هو الاصلح لتولي منصب رئاسه الوزراء. وانت شايف ايه؟ انا مش شايف بعد 6 7 شهور في الكلام اهو. يعني انا مش شايف ده، لسه بتكلم لسه في الخمس شهور اللي تولى فيهم هشام قنديل اصبح هو رئيسا للوزراء. طيب احنا كان عندنا فتره كان فيها حكومه عصام شرف
ويمكن أنا بشكل شخصي أرى في الدكتور أحمد البرعي رئيسا للجمهورية وليس وزيرا، ولكنه قابل أن يكون وزيرا في حكومة شرف. حلو. طيب لو افترض أن هشام أنديل عرض على أحمد البرعي مع حفظ الألقاب للجميع أن يعود مرة أخرى وزيرا لوزارة القوة العاملة، هو ده طبعا سؤال نظري وما اعرفش السؤال ده تتساله في ظل الظروف الحاليه ولا في ظل الظروف الحاليه دلوقتي في مشكله. السؤال النظري او بالاصح هو سؤال جدلي حتى يا ريته نظري. سؤال في انا بتكلم على انه في وقت ان تولى هشام انديل منصبه اول مره، لو افترضنا ان هو عرض على البرعي ان يكون وزير القوى العامله مثلا، ويعرض مثلا على عبد الغفار شكر ان يكون وزيرا للشؤون الاجتماعيه، وان يعرض على كلها هو يعني بالظبط افتراضات وفي وقت سابق كمان يعني في وقت ما تولى. طيب في وقت ما في هذه الحالة افترضنا ان احنا لسه عايشين هذه المرحله المسؤولية. مرحله رمضان 2012 اهو بالشهر العربي علشان يبقى كله تمام. في هذه المرحلة بتعتقد ان احنا عايشين في هذه المرحلة اهو لسه احنا في رمضان 2012 وبتتشكل الحكومة، ها يوافقوا ولا يرفضوا؟ زي ما قلت لحضرتك مرة تانية انا لسه مصمم ان الطريقة بتاعت التركيبة بتاعت اصرار على اختيار دكتور هشام انديل شخصيا مع كامل الاحترام وتقدير انه راجل محترم وشكله طيب وابن حلال وكل حاجة، بس في النهاية ما كانش اي حد عنده ثقة ان هو عنده الخبرات الادارية ولا الخبرات الاقتصادية الكافية للمضي قدما بهذه البلاد. وكان في وقتها برضو ازمة لو حضرتك تفتكر بخصوص الاعلان الدستوري المنفرد اللي برضو طلعه الرئيس واللي مشى بيه قيادات المجلس العسكري وتوجهه وتوجهاته والمحكمة الدستورية وكل الكلام ده. فأنا بصراحة يعني ده سؤال صعب لأن هو التاريخ لا يعود للوراء وأنا ما أقدرش أرد يعني، بس هو ده كان التخيل وقتها في شهر 8 لما جت الحكومة بتاعت هشام أنديل ورا الحكومة بتاعت الدكتور كمال الجنزوري اللي انت نسيته شوية، يعني كان فيه شرف وبعدين جنزوري وبعدين جه الحكومة بتاعت جنزوري. كانت حكومة خفيفة على القلب. لا بالعكس والله، ما ده الغريب في الموضوع ان الاخوان ضيعونا اخر 3 شهور من الوقت بتاع وجودهم في البرلمان في الاصرار على اقالة الدكتور الجنزوري، وهم عارفين ان هو كان مش وان هو يعني كان من البداية والاصرار والتأكيد على رغبتهم في السيطرة على تشكيل الجمعية التأسيسية وان استبعاد ان هم يبقى لهم الاغلبية جوه الجمعية التأسيسية عشان يعرفوا يمرروا الدستور. يعني باختصار شايف انه عدم المشاركة في هذا الاجراء نظرا لبطلان الاساس. بالظبط، وان احنا حسينا من البداية بالتوجهات الانفرادية للأسف للرئيس محمد مرسي ورغبته في التراجع عن الوعود اللي هو عملها لعصير الليمون. استاذ منتصر، وانت غير يعني غير ميال للمعارضة الحالية، لو افترضنا انها معارضة تيار مدني مثلا، ما بحبش كلمة مدني بصراحة بس هي معارضة. لا هو ميال انا هو اصحاب، انا مش ميال ولا ميال للموالاة لقادتها، مش ميال للقادة، لكن ميال للتيار الجارف فيها. طيب بتعتقد انه كان عليها صباحي؟ لا بالعكس، صباحي صديق عزيز وديما عمل دور صحيح والله. طب امال مش ميالين اللي زعلان ليه تاوي الناس تانية. طيب بتعتقد انه كان من المفترض ان يشاركوا ولا يبتعدوا؟ يعني نقطتهم مش شديدة الوضوح يا جماعة، الاساس ده باطل فاحنا مش هنشارك عليه. انا ضد ثقافة المقاطعة. ليه؟ ما بتنتجش، لا تنتج اثرا في ثقافة مقاطعة واسعة عملها غاندي في مرحلة من المراحل وكانت عظيمة من الثريا في 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 نفوس ثقافة مقاطعة كاملة في العالم مش بس في الهند. يا أستاذ يوسف احنا لسه بنؤسس حتى الآن، لسه ما وصلناش لهند الثلاثينات. انا عايز اقول لك اطر، احنا لسه بنتدرب دلوقتي بنتدرب. انما انا ازاي اقبل يعني المقاطعة مش هتحقق لي حاجة، وبعدين انا استطرادا القادة في من قادة من اللي بيحسبوا النهاردة على قادة المعارضة كانوا بيونجوا مع مبارك، يعني في جيم رايح جاي. والإخوان يعني ما كانواش بيونجوا؟ كانوا بيونجوا دول ملوك التونيج، هم الإخوان بيونجوا. الإخوان كانوا بيونجوا وأنا اللي قلت ده بيلعبوا وينج، أنا اللي قلت ده هو الوينج نفسه إن في ترتيب. لا ليه الإخوان بيلعبوا كقوة؟ مثلا مبارك لما كان يحب يظبط الأمور يعني أيام في الشارع يعني زي ايام الغزو الامريكي للعراق والدنيا كلها بتطلع الاعاجب كانوا بيطلعوا مظاهرات، فشاف انه لازم يطلع هنا اعهد بديل مين؟ الاخوان. صح، بس لانهم قوه يقدر يسيطر، يعني هتقدر تضبط الشارع ومش وفيها اتفاق، هتحترم اتفاق. قوه تقدر تضبط الشارع ولا قوه عندها استعداد لاتمام صفقات على بلاطه كده؟ الاثنين يا استاذ يوسف. الله اكبر، الاثنين. انما احاد الافراد في المعارضه دول كانوا مغانم شخصية، يعني بيكتفوا بشقة
يعني ليه ما اعتبرتش انه طيارات المعارضه ما عندناش حد من دول في جبهه الانقاذ اللي عندها استعداد لاتمام صفقات مع النظام يعني على الاقل يعني. وده برضو هيبقى نفس السؤال بس لو كان طيار المعارضه، ليه طيب ما شفتش انه هم ما عندهمش استعداد لاتمام صفقات مع النظام، مش عاوزين يونجوا مع النظام دلوقتي؟ لا وقت مبارك. مين اللي مش عاوزين يونجوا؟ بعض طيارات المعارضه، مش هقول لك كلها، اللي هم كانوا بيرضوا بالشقه. لا في ناس كمان كان في ناس رافضه طبعا. حلو. في نماذج صارخه واضحه وكانت تمام لا تقبل التفاهم مع النظام اطلاقا. ما كانش بيشكلوا قوه ضغط جوه الشارع ولا كان بيشكلوا قوه؟ ما كانش ما لهمش امتداد في الشارع يعني. عبد الحليم قنديل مثلا نموذج، وده راجل شريف، وراجل شريف ما لهش امتداد في الشارع لكن كان صوته واضح وحر. فلقى ما لاقى الحقيقه. يعني مجد احمد حسين برضه كان الحق برضه يتقال. يعني في كان في اختلفنا معاه مهما اختلفنا معاه بس الحق يتقال. جورج اسحاق انا شايفه من الناس اللي كانت بتقول وكانت بتتكلم يعني. جورج اسحاق معانا من قيادات جبهه الانقاذ، والاستاذ عبد الحليم قنديل قريب مننا وبنتعاون معاه، بس ما لهمش امتدادات جماهيريه. فالاخوان بالضبط. الفرق ان الاخوان ليهم امتدادات جماهيريه، عندهم امتداد بمفهوم التنظيم اللي ليه مجموعه قواعد وعنده افكار واضحه رصينه بيستطيع ان هو يعبر عنها وينشرها عبر تنظيمه. تقصد؟ ايوه بالظبط كده. وبالتالي المعارضة لو فضلت منحصرة في أنها مجموعة شخصيات لن تنجح. بالضبط. بس أنا شايف شوية إن إحنا تجاوزنا ده. بالزبط. أنا شايف إن أحد فوائد جبهة الإنقاذ إن إحنا جملة دي عجبت الأستاذ وحدنا إن إحنا وحدنا شخصيات، إن إحنا وحدنا المعارضة. شكرا لسيادة الرئيس محمد مرسي إن هو لا موحدة ولا حاجة. معلش والله بقى بيقولوا عليها الأمريكاني ويشفول ثينكينج، وأنا بقى هنا خليني ألعب دور المتحدث الإعلامي وأؤكد لك تماسك جبهة الإنقاذ وأننا في سبيلنا للتوسع في هذا التماسك، وإن حضرتك هتشوف في طريقة الانتخابات. ما حضرتك لما تقعد تقول من الأول إن أنت لا بيتفقوا ولا حاجة، لا أنا بقول لحضرتك انا بشتغل مع الناس دي بقالي دلوقتي شهرين تقريبا، وانا شايف ان احنا في توجهات في المستقبل، مش توجهات، قرارات اتخذت ان احنا هنعمل لجان اقتصاديه ولجان للمراه ولجان للفلاحين ولجان للعمال، وهنلتقي بقطاعات واسعه وهنفتح فروع لجبهه الانقاذ في كافه المحافظات. دي هتنبثق من جبهه الانقاذ؟ بتعتقد انه ده يعني يبقى جراء سليم من الجبهه في اطار ان انا عندي في جبهه الانقاذ تقريبا كل الوان الطيف السياسي من اقصى اليمين الى اقصى اليسار؟ فانا مثلا ابقى عندي يمين اقصى اليمين قوي، لان اقصى اليمين هو اقصى اليمين يعني يمين هما يمين يمين، وعندي يمين وسط زي المصريين الاحرار، وبعدين عندي يسار زي التحالف الشعبي، وبعدين عندي يسار وسط زي الدستور والتحالف المصري ومصر الديمقراطي الحزب المصري الديمقراطي، وعندي يعني انا قاعد عمال ماشي في كل بس ايه بقى اللي بيجمع كل دول؟ وكمان افتكر وده اللي هنخش فيه دلوقتي، بتبداوا تعملوا شكل اشكال التحالف او التفاهم مع حزبين على مرجعات اسلاميه زي حزب مصر الدكتور عمرو خالد وحزب مصر القويه الدكتور عبد المنعم مفتوح، تفاهم ما يعني. بالظبط. هل انا كده اقدر اقول ان انا عندي تنظيم اسمه جبهه الانقاذ يقدر يعمل لي لجان، لجنة مرأة، لجنة تنمية، لجنة تنمية اقتصادية على أي أساس؟ أنتوا عندكم تيارات فكرية أصلاً كده كده متصارعة فكرياً على الأقل على الصعيد الاقتصادي. الأصل في المسألة إن إحنا كجبهة إنقاذ الأنين على مستقبل الدولة المدنية الديمقراطية في مصر، وإن اللي بيجمع بين كل الأطياف السياسية دي على الأقل الحد الأدنى اللي بيجمعنا إيماننا بالديمقراطية وتداول السلطة ورغبتنا في إن إحنا نكتب دستور يضمن لمصر إن هي تنتقل للقرن 21 بالفعل، إن إحنا ما ناخدش في حاجات تمنعنا من تحقيق مكتسبات اقتصادية واجتماعية للمصريين، لأن إحنا مدركين المشاكل الحقيقية العاجلة اللي بتواجه المواطن المصري البسيط. اللجان اللي احنا هنعملها هيكون غرضها الاتفاق على برامج الحد الادنى فيما يتعلق بالانتخابات المقبله. انا عايز اقول لك يعني انه انا كل ما اقابل ناس، اقابل المواطنين عاديين في الشارع، ان هم شايفين ان اهم انجاز حصل في المرحله الاخيره ان المعارضه دهيت نسبيا اتوحدت، والقيادات الكبيره النجوم بقت بتعرف نسبيا ان هي تحافظ على الحد الادنى من التنسيق والشغل مع بعض. في خلافات بتحصل ساعات في وجهات النظر، لكن في النهايه بيتم الاجماع في التوصل على قرار ما. وانا برضو حضرتك يا استاذ منتصر كواحد قديم في الليله بتاعت السياسه والمعارضه، انا
طبعا زي حضرتك كنت متشكك تماما. بس بقى اقول لحضرتك ايه المشكله دلوقتي. المشاكل بتاعتنا بتتمثل في الاجنحه الشابه اللي موجوده جوه الاحزاب اللي هي زي الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتيار الشعبي، ان هم يمكن السقف بتاعهم اعلى شويه من سقف القيادات السياسيه التقليديه. يعني ايام المظاهرات اللي حضرتك كنت بتشير ليها بتاعه الاتحاديه وبتاعه المتله الاتحاديه، الناس كانت بتمشي في الشارع تقول الشعب يريد اسقاط النظام، بس احنا كنا في الجبهه رافضين تماما مثل هذا الشعار او حتى تبنيه، وكنا بنقول لا احنا بنقول ان احنا عايزين نتظاهر في التحرير. الدعوه لتظاهر للاتحاديه اللي حصلت يوم 3-4 ديسمبر ما كانتش بدعوه من قيادات جبهه الانقاذ، مجموعه من الشباب اطلقت الدعوه، واحنا اطلقنا دعوه رسميه ثانيه بنقول فيها للناس توجهوا الى ميدان التحرير. فوجئنا بعشرات الالوف تخرج فرادى وجماعات من مواطنين مصريين عاديين، سيدات محجبات، اسر كامله، مسيحيين ومسلمين ومن كافه الطرق السياسيه، بيخرجوا بشكل منفرد رايحين على القصر الاتحاديه علشان الناس خايفه على مستقبل البلد. احنا مش عايزين مصر يعني يبقى فيها هذا الاستقطاب الحاد وتوجه نحو إقامة، احنا خايفين من إقامة دولة ديكتاتورية دينية أو ديكتاتورية باسم الدين بدل ما كان فيه ديكتاتورية طيب. باسم الحاكم الفاسد. وبناء علي مطالب محددة، يعني عارف الموضوع مش في العام. يعني أنا كنت بكلمك قبل التسجيل مثلا على موضوع المرأة، إنه لما يجي في مجلس الشورى النهاردة وبعد ما الإخوان قدموا باقتراح رسمي في قانون الانتخابات يقولوا إن المرأة هتبقى في النصف الأول من القوائم اللي هتنزل في الانتخابات تحت ضغوط السلفيين، هوب النهاردة وافقوا على تغيير المادة وإن نرجع للصفة القديمة إن يعني يبقى في مرأة واحدة في كل قائمة. إحنا في جبهة الإنقاذ كنا بنقول إن إحنا عايزين أول ثلاث مراكز من كل قائمة يبقى فيها امرأة. ليه؟ لان احنا فاهمين هو ده المستقبل اللي احنا عايزينه لمصر، فاهمين ان السيدات في مصر حقوقهم مهضومه، ان ما تمثيلهم غير ممثلين، فاحنا لازم نميز ايجابيا لصالحهم علشان يبقى في تمثيل عادل لنصف المجتمع المصري. دي مسؤوليتنا، ده اللي الثوره من وجهه نظري قامت علشان دي نقطه ما اعتقدش انها نقطه خلافيه، بس واحنا بنتكلم خلافيه بدليل ان هم رفضوها. ازاي مش خلافيه؟ بعتقد انها مش نقطه خلافيه ما بينكم وما بين الموالاه، هي نقطه المفروض لا تختلف عليها القيم الانسانيه على الاطلاق. انا هنا واحنا بنتكلم على شكل جبهه الانقاذ، فانا ببص على طرف آخر من أطراف العمل السياسي ألا وهو أحزاب على مرجعيات إسلامية. أنا مضطر أقول رأيي، بس أنا الحقيقة ما بحبش حتى من باب التصنيف السياسي إن احنا نقول إيه أحزاب تيار الإسلام السياسي، لأن هذا في ذلك يعني استئثار بالإسلام لدى بعض الأحزاب ورفضها. أنا عشان كده بنسميه سياسي، إن هو إسلام مسيسينه. والله هي احزاب يمين، زي يعني هي احزاب يمين في التوجه الاقتصادي مش من المفترض انه في السياسه بنسمي باسماء ليها علاقه بالدين. يعني حتى ده خلص من اوروبا لما كان زمان في الحزب الكاثوليكي، مش الحاجات دي خلصت من اوروبا جدا يعني. هو عارف ليه بقول انا واحد زي حالاتي بيقول اسلام سياسي بوليتيكال اسلام، وانا شايف علشان كنا في وقت من الاوقات عايزين نبعد عن اي تصنيفات ممكن توحي بان ده عنيف او ارهابي او اي شيء من هذا القبيل ووصف صفه الاسلام، فده كان في فتره فطلعوا حتى في الغرب اسم بوليتيكال اسلام. بس هي الفكره في ايه؟ ان انا شايف بس جت لعبه غربي برضه. بالظبط لعبه غربي، هي طلعت الترم بتاع بوليتيكال اسلام طلع من الامريكان ومن الاوروبيين. بس انا بالزبط. بالنسبه لي ايه الفكره اللي فيها؟ ان انا شايف ان احنا كلنا مسلمين، وانا عايز افرق ان انا بالنسبه لي الاسلام ده ديني، ده عقيدتي، الايمان الشخصي لا علاقه له بالممارسه السياسيه، بس انا مش السياسي. عايز ادخله في الممارسه السياسيه. طيب. الاستاذ وهنا الخلاف بتاعه وهنا الخلاف ان هو الاسلام الخلاف بقى انت بتلبس انت حر، انا بلبس هذا القميص عظيم. لا انا استطيع ان انا انكر عليك انك قلعت القميص. انا ما قلعتش القميص، انا لسه لابس القميص زيك. ما تحدش لا وبالتالي انت ما تلومنيش ان انا تمسكت بقميصي. انا متمسك انا كمان بديني جدا. اذا كنت انت مسلم وبتقول انا مسلم وبشهد بالشهادتين وانا ما اقدرش اناقض في اسلامك، لكن انت شايف ان نظريتك الناصريه هي السياسيه، النظريه السياسيه من منظور ناصري، المجموعة القيم اللي الرئيس عبد الناصر عملها انت بتتبناها. اخر زينا بيقول انا مسلم برضو بس انا اشتراكي، نظرية سياسية اشتراكية، والتالت بيقول انا ليبرالي، انا بقول انا اسلامي، انا مسلم زيك وبشهد بشهادتين لكني انا كمان شايف نظريتي السياسيه الاسلام، نظريتك السياسيه بتسييس الدين، المفهوم بيختلف. لا مش تسييس، انت عاوز تحرمني من دي ليه؟ ما هو في نظريه اشتراكيه ونظريه يعني. راسماليه ونظريه تسييس الدين، ان استخدام الدين كمرجعيه سياسيه، هو ده اللي احنا بنختلف فيه كتوجهات. انت بتختلف انت حر، لكن انا متمسك، بس احنا ما بنختلفش في العقيده. متمسكين استاذ منتصر بالتسميه بتاعت الاسلام السياسي، يعني عايزين تتمسكوا
احنا اللي سميناها ده. ما انا اقول لك هل بقى يعني انا بعتقد انه هذه التسميه وبتفق هنا مع استاذ خالد جدا انها كانت تسميه غربيه. الامريكان تحديدا خلقوا هذه التسميه لتبرير فيما بعد ما يسمى بحرب على الارهاب وتصنيف المسلمين على انهم دعاه ارهاب وقتل وفتن في العالم وما الى ذلك، فيصبح في تبرير للتوجه السياسي والتوجه العسكري الامريكي لمناطق وسط اسيا وبعد كده مرورا بالعراق فيما بعد. انا بقول انا بقول الاسلام ده دين مدني عظيم بترى انه لله وللدوله. يعني العقيده في الناس كهنوت لله ولا سبحانه وتعالى ولا في رجال دين، ولكن ممكن يبقى طريقه لاداره الدوله لاداره الشؤون. تمام. هل ده معناه ان انا اقدر اقول برضو انه المسيحيه تصبح طريقه لاداره الدوله وهم ما عندهمش كده؟ هم لو عايزين كده هيعملوا. شايفين ما هو في كريستيان ديموكراتس في ديمقراطيين مسيحيين اليهود يعني شايفين ان هم يقدروا يديروا دوله يهوديه بمنطقهم، فيبقى في عندنا كده استقرار وتكريس على اقامه دول على اسس دينيه، فيبقى عندي الدوله مختلف. اليهوديه في فلسطين. لا مختلف يا استاذ يوسف، مختلف تماما، لان انا اسلامي مدني، انا رجل مدني، انا مهندس، انا طبيب، انا دكتور وشغال في حياتي واطر نظام الحكم بنمشيها في وفد الاطر المعاصره، سواء كان ديمقراطيه سواء كان على درجه على درجتين رئاسي برلماني كل ده ماشي، لكن تتطور طبقا لتطورات الوضع والمرحله والعصر وضوابط الاسلام حطها انا بتمسك. بس ما هي دي بقى حضرتك وجهه نظرك، ما هي دي المشكله. ان هو انت عارف حضرتك ديننا بسم الله ما شاء الله يعني بتتعدد فيه تفسيرات ومفاهيم. صحيح صحيح. ورؤيه حضرتك إيه للاسلام بالطريقه دي ايديولوجية فكر برضو. تمام. يعني زي تمام. ما انا عندي فكر. تمام. فانا اللي بقوله لحضرتك ان احنا كلنا مسلمين، ولكن استضحت فكري يعني لا فهمك انت فهمك حضرتك لكيف يتم تطبيق الاسلام ده فكر، المفاهيم مختلفة في فهم الاسلام. صحيح فهم انا الإسلام. وانا معترف بده، لكن العقيدة كلنا الاساس فيها سليم. واحنا الخطير في الموضوع ايه بقى يا استاذ منتصر؟ وده اكيد دي ارجمنت او يعني مقولة انت اكيد واجهتها كتير جدال. اللي لما واحد يحتكر مش انت هتقولي انا ما بحتكرش، بس لما يجي واحد يقول ان هو ده تفسيري للاسلام ده واحنا شفناه. يعني انا بقول حاجه تاني وحاجة برضو دي من الحاجات اللي احنا عملناها مع بعض. انا اقول حاجه من الاخر، انا بخاف من ايه؟ يجي واحد من الشيوخ الاسلاميين يقعد يقول نجيب محفوظ ده كافر، نجيب محفوظ ده رواياته تدعو للانحلال والشذوذ ومش عارف ايه، فيجي شاب صغير اللي هو اسمه محمد عبد الله لو حضرتك تفتكره كان في المحاكمه العسكريه بتاعته 21 سنه استاذ يوسف، وراح ومسك السكينه وضرب الاستاذ نجيب محفوظ الله يرحمه في رقبته. حضرنا المحاكمه بتاعته اعتقد انا والاستاذ منتصر، وتيجي تسال الشاب بتقول له يا ابني انت قريت لا الشيخ فلان الفلاني قال لي ان ده الراجل ده كافر فرق فوضى اللي قتلوه تاني. احنا بنتكلم على ناس تحت مسمى الفهم الديني والدفاع والشغل يعني الحميه في الدفاع عن الدين ده بيخوفنا. هل ده له علاقه بقوام الحكم وشكله؟ ده تسييس الدين ده لان هو الراجل شايف ان هو من وجهه نظر الشاب محمد عبد الله الله يرحمه اللي تم اعدامه ده موجود يا استاذ خالد، سواء الدوله الاسلاميه قامت او طبق الاسلام. استاذ حضراتكم في نقطه نظر انا فات. كنت بذكر هذا التعبير علشان اسال سؤال محدد فات. انه زي ما بنتكلم على انه تيار المعارضه عنده تحالفاته وتفاهماته الانتخابيه حتى وان كان ممتلئ بالوان مختلفه للطفل السياسي فكريا حتى واقتصاديا، استاذ خالد بيرى لا ان هو في تفاهم هيكفل في النهايه خلص ان احنا نخرج بشكل محدد. طيب ونفوز بالاغلبيه ونفوز بالاغلبيه في البرلمان المقبل ان شاء الله. هو هتطلع زي الاستفتاء. لا 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 طيب لو الانتخابات نزيهه لو وافقوا على كل الضمانات اللي احنا طالبنا بيها للانتخابات. هو اللجنه العليا بقى قالت ان هيبقى في رقابه دوليه وافقوا اهو. لا مش يعني احنا ما حدش عايز حد يتدخل يعني في شؤوننا الداخليه. القضاه ده مش تدخل ده بالزبط. يحصل في الدنيا يعني. طيب بالعكس كان زمان الاخوان بيوافقوا على وجود رقابه دوليه على الانتخابات. سلام يا يعني سبحان مغير الاحوال سبحان الله العظيم. السؤال هنا في وسط الاحزاب ذات المرجعيه الاسلاميه لقينا كلام حول انه ليست كلها على قلب رجل واحد في الانتخابات، والله أعلم حضرتك بقى اللي هتصحح لنا لأنه أنت تراقب هذا الوضع جيدا. نرى أنه حزب النور عنده خلاف واضح مع الإخوان المسلمين خصوصا في شكل الكراسي والدوائر التي يجب على الإخوان إفراغها لصالح حزب النور والعكس صحيح، والإخوان لا ينمون غالبا هذا الإفراغ الدائري على صعيد يعني لو حصل. أدي واحد. اثنين، عندنا خلاف رئيسي حصل في حزب النور أدى إلى انقسام الحزب إلى اثنين، النور والوطن بقيادة رئيس الحزب عماد عبد الغفور.
وحزب الوطن الآن أصبح أصبح على وفاق مع مجموعة حازم صلاح أبو اسماعيل ويصنعون تكتل ما محدش عارف هيبقى اسم التكتل إيه، لكن الكلمة الشائعة أنها الأمة المصرية أو تكتل الأمة المصرية. شو الوطن؟ الوطن ده الحزب بتاع عبد الغفور، ينضم إليه حزب حازم صلاح أبو اسماعيل، هيبقى اسمه إيه لسه ما نعرفش لكن منضمين إليه. طيب وعندي تكتل ثالث، الجماعة الإسلامية حزب البناء، هو أيضا يصنع تكتلا مع مجموعة من الأحزاب الأصغر قليلا ولكن مع أيضا حزب الوطن وحزب الأمة المصرية لو صح التعبير. أنا أصبح في عندي شكل لثلاث تكتلات، ممكن بالكتير تبقى تكتلين ثلاثة لو الإخوان فضل لوحده، اثنين لو الإخوان انضموا لحد من الفصيل. وفي تكتل الإسلاميين الوسطيين، مصر القوية وحزب الوسط وحزب التيار بتاع الشباب الإخوان المسلمين المشاقين، اللي احنا فهمنا برضو مصر القوية يتفهم مع جبهة الإنقاذ هو حزب مصر لسه شوية، أنا ما أقدرش أقول زي ده، يعني في استمرار النقاش ما بين جبهة مصر القوية. أكيد شفت الإخوان يتآلفون ويتفاهمون مع الوسط أيام التفاهم، وممكن يتفاهموا مع مصر القوية برضو، ده أحد وارد يعني أصبحت كلها وارد. المشهد ده توضيح من حضرتك ليه أكتر عشان نبقى فاهمينه أكتر، ويأتي في النهاية خلص بنتيجة عاملة إزاي؟ يأتي بنتيجة تصب في تيار المعارضة، لصح تيار المعارضة أغلبية جوه البرلمان في ظل انتخابات شريفة حرة نزيهة لا تزييف للإرادة الشعبية فيها، ولا كل اللي هيحصل فيه انه هتبقى نسب متساوية للجميع، المعارضة تاخد 30% الاخوان 30% الاحزاب الاخرى الاسلامية تحصل على 30% تانية ما بين 15 و15، وبعدين يبقى التفاهم الحقيقي تحت قبة البرلمان مش قبل الانتخابات. نروح فاصل ولا ايه؟ فاصل ده بقى غالبا كده عامل زي الطبق الذي يؤكل باردا هادئا، يبقى ناخد الاجابة بتاعته بعد الفاصل. لسه معاكم برنامجنا نقطة لقاء، لن أطيل السؤال كما سبق وأطلته قبل الفاصل، بمنتهى الاختصار شكل التحالفات في ظل الانتخابات القادمة للبرلمان في صفوف ما يمكن تسميته ما بين مزدوجين تيارات الإسلام السياسي أو أحزاب ذات مرجعيات إسلامية، يصب في مصلحتها ولا يصب في مصلحة التفتت ولا يصب في مصلحة المعارضة؟ هو مش هيبقى تفتت بالمعنى الصحيح، هو في مشكلة طبعا الإخوان بيبقوا حريصين على انهم ياخدوا القدر الاكبر من القوائم، ودي بتؤثر على التنسيق بينها وبين الاحزاب الاخرى، لكن في النهايه من وجهة نظري ان نزول بقيمتين او ثلاثة الاسلاميين لتيارات الاسلام السياسي كما تسمى حيحقق لها تواجد اكبر، لو توحدت في قائمة واحدة هتبقى فرصة المعارضة أكبر. إزاي؟ يعني كلهم في قائمة واحدة قدام المعارضة فرصة المعارضة أكبر؟ طبعا. ليه؟ فإحنا أقوى. هتبقى أيمة قدام أيمة. هتبقى أيمة قدام أيمة. إنما لما يبقى ده يزيد من مناخ الاستقطاب. ده يزيد من مناخ استقطاب. أنا بتكلم انتخابات. أنا بتكلم انتخابات. إنما لما يبقى الإخوان في أيمة بطريقتهم وليهم جمهورهم، التيار السلفي في أيمة ونصه مع حازمون مثلا في قايمة، ادي ثلاث وكل قايمة فيهم وكل توجه فيهم له جمهوره وهيعرف يجيب، هيبقى التمثيل داخل البرلمان هيحتفظ بالتفوق على المعارضة، مش هيبقى طبعا التفوق زي بتاع البرلمان اللي فات من وجهة نظري برضه. لا هيبقى حاجة برضه 1% 2% كده، يعني مش هتبقى، يعني تتوقع انا اتوقع البرلمان اللي جاي هيبقى برلمان قوي 55 و45 والحاجات زي كده، تقديري انا كده. تتوقع مين اللي ياخد ال 55؟ طبعا التيار السياسي، التيار الاسلامي بدون تحيز. طبعا مش كده والله، انا مبسوط قوي يعني عارف هيك، واحنا اللي بنقوله من الاول هو ده يمكن الفرق بيننا وبين التيار بتاع جماعه الاخوان المسلمين، ان هم من الاول بيقولوا احنا معانا 90% من الشعب المصري، احنا بنقول يا جماعه احنا بنمثل ما لا يقل عن نص المجتمع المصري، وعايزين ان هي حتى لو يعني لو احنا شايفين للاسف انت كنت بتقول الموالاه وفكرتني بلبنان، فالموالاه احنا عايزين الثلث المعطل، فيعني فلو احنا بقى الموالاه والمعارضه هتمشي بالطريقه دي، بس انا عايز اكد لحضرتك مره ثانيه ان احنا يعني بغض النظر عن اي شيء، تجربة الواقع العملي على مدى 7-8 شهور اللي فاتوا وبعض المشاكل اللي تورط فيها ممثلي التيار الإسلامي السياسي سواء من السلفيين أو غيرهم، أنا أعتقد أنه هيأثر على شعبية الإخوان والتيار الإسلامي السياسي بشكل عام، وإحنا عندنا فرصة كويسة جدا كتيار مدني أن احنا نفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة ونغير الدستور.
التوفيق للجميع بشرط أن يكون هذا التوفيق لصالح هذا الوطن. أنا بشكر حضراتكم جدا على وجودكم معنا النهاردة. المحامي الكبير والسياسي المعروف الأستاذ منتصر الزيات، شكرا على وجودك، ويمكن ده يكون أول لقاء لنا لكن مش الآخر، يعني أكيد في بعد كتير. أيضا أول لقاء لنا في هذا الراديو مع الإعلامي والصحفي الأستاذ خالد داود المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ، برضو تتبعوا لقاءات أخرى شكرا جدا، لكن ممكن نتقابل تاني. أنا بشكركم جدا على وجودكم النهاردة، شكرا جدا للسادة المستمعين في برنامجنا نقطة لقاء. تذكروا جيدا أن المرأة ليست نصف المجتمع وحسب، المرأة هي أساس هذا المجتمع، المرأة هي التي تلد وتعلم الرجال وتصنع القادة، فهي المصنع الحقيقي لهذا المجتمع. لو إحنا بدأنا في غبن حق هذه المرأة بمنتهى البساطة تنهار المجتمعات وتفنى الأمم. فهمنا ولا لسه؟ خليكم معانا على نجوم FM ونتقابل الأسبوع الجاي إن شاء الله.